بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع سلسلة الدرس الثاني توصيل المقاومات. السؤال 79 بيقول لك سلكان A و B لهما نفس الطول، يبقى انت عندك هنا ال متساوي ومن نفس المادة والرو A متساوي، مساحة مقطع السلك A ضعف مساحة مقطع السلك B، يبقى انت عندك هنا ال A بتساوي 2 AB. وصل معا على التوازي في دائرة كهربية، وعند غلق الدائرة كانت شدة التيار المار في الدائرة 3 أمبير، يبقى ده التيار الكلي، فإن شدة التيار المار في كل من الـ IA والـ IB على الترتيب هي، طيب أنت عندك سلكين، أدي السلك A يبقى ده RA، وأدي السلك B يبقى ده RB، السلكين دول متوصلين على التوازي، والتيار الكلي اللي ماشي في الدائرة بـ 3 أمبير، عايزين التيار اللي ماشي هنا اللي هو الـ IA، والتيار اللي ماشي هنا الـ IB. طيب احنا عارفين ان في حالة التوصيل على التوازي بيكون عندك فرق الجهد متساوي، وانت عارف ان فرق الجهد بيساوي الاي في الار، وبالتالي ده متساوي، فالاي والار بيتناسبوا عكسيا مع بعض، وبالتالي الاي اي على الاي بي بتساوي الار بتاعت البي على الار بتاعت الاي. طيب هو هنا قايل لك ان انت عندك ال متساوي والرو اي متساوي، وبيقول لك ان الاي بتاعت الاي بتساوي 2 اي بتاعت البي. طبعا احنا هنا بنقول ان الاي اي على الاي بي بتساوي الار بي على الار اي، وبالتالي انا محتاج هنا اقارن ما بين المقاومتين، وانا عارف ان المقاومه بتساوي رو اي ال على اي، ده لما يكون متساوي وده لما يكون متساوي، فالار بتناسب عكسيا مع الاي، وبالتالي الار بي على الار اي بتساوي الاي بتاعت الاي على الاي بتاعت البي. وبالتالي انت عندك هنا الاي اي على الاي بي بتساوي الاي بتاعت الاي اللي هي بكام؟ ب 2 اي بي على الاي بتاعت البي، تشيل ده مع ده هيطلع معاك 2، وبالتالي الاي اي بتساوي 2 اي بي. خلاص احنا هنا قلنا ان التيار اللي هيمشي هنا ضعف التيار اللي هيمشي هنا، وبالتالي على طول ده 3 امبير، يبقى ده 2 امبير وده 1 امبير. او بطريقه تانية انت عارف ان 3 امبير بتساوي التيار اللي هيمشي هنا اللي هو الاي اي اللي هو بيساوي 2 اي بي زائد التيار اللي هيمشي هنا اللي هو الاي بي، وبالتالي 3 اي بي بتساوي 3، يبقى الاي بي بتساوي 1 امبير، وبالتالي الاي اي بتساوي 2 امبير. يبقى انت عندك هنا فان شده التيار الماشي في الاي اي هيبقى 2 امبير والاي بي 1 امبير، يبقى 2 و1 اللي هي الف. سؤال 80، تيار كهربي شدته 3 ملي امبير يمر في سلك اي بي، فاذا وصل معه على التوازي سلك اخر من نفس الماده، يبقى انت عندك هنا الرو اي متساوي ولو نفس الايه الطول، يبقى ال متساوي وقطره 3 امثال، ده قطره اللي هو الثاني، يبقى انت عندك هنا دي 2 بتساوي 3 امثال قطر السلك اي بي، هنخليها 3 دي 1، السلك اي بي القطر بتاعه دي 1، وبالتالي 3 دي 1، فإن شدة التيار الكلي اللازم إمراره حتى يظل فرق الجهد بين طرفي السلك إي بي ثابتا هي، ركز معايا كده، هو بيقول لك هنا إن إحنا عندنا سلك إي بي المقاومة بتاعته هتبقى آر واحد، بيمر فيه تيار 3 ملي أمبير، بيقول لك هنا إحنا عايزين نوصل مع السلك ده سلك آخر على التوازي. يبقى انت عندك الار واحد زي ما هي، والسلك الاخر اهو ادي الار اتنين، ومتوصلين على التوازي من نفس المادة، الرو اي متساوي ولهما نفس الطول والال متساوي، والدي اتنين بيساوي 3 دي واحد، وعايزين شدة التيار الكلي اللي هي الاي الكلية لازم امراره حتى يظل فرق الجهد بين طرفي السلك اي بي، عشان فرق الجهد بين طرفي السلك اي بي اللي هو فرق الجهد ده اللي هو نفسه فرق الجهد ده متساوي. طبعا لو انت ركزت كده انت عندك المقاومه دي هي نفسها المقاومه دي اللي هي بتاعت ايه اللي بين طرفي السلك اي بي، هي نفسها المقاومه، وعندك الفي بتساوي الاي في الار، وبالتالي لو المقاومه دي هي نفس السلك
وعندك عايزين نخلي فرق الجهد بين طرفي السلك اي بي في الحاله الثانيه بيساوي فرق الجهد بين طرفي السلك اي بي في الحاله الاولى، يعني عايزين ده يبقى متساوي، فلازم يكون التيار اللي ماشي في الحاله دي هو نفسه ده، وبالتالي التيار اللي هيمشي في السلك اي بي في الحاله الثانيه هيساوي 3 ملي امبير. طيب انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الاي. طيب عشان تجيب الاي فانت محتاج تجيب التيار اللي ماشي هنا، هنسمي ده اي 2. لو جبت الاي 2 تجمعه على ده هتجيب الاي. طب اجيب الاي 2 ازاي؟ ما هو هنا قايل لك في علاقه اهوت ما بين الايه؟ الدايمتر بتاع الاثنين، والاثنين مصنوعين من نفس الماده ولهم نفس الطول، فتقدر تجيب علاقه ما بين المقاومتين دول، وانت عارف في حاله التوصيل على التوازي الاي بيتناسب عكسيا مع الار، وبالتالي الاي 2 على الاي 1 بيساوي الار 1 على الار 2. لو قدرت تجيب علاقه ما بين المقاومات هتقدر تجيب الاي 2 وبالتالي هتقدر تجيب الاي. طيب انا عارف ان المقاومه بتساوي رو اي ال على باي على 4 دي تربيع. احنا قلنا ان الاي بتساوي باي ار تربيع، وانت عارف ان الار اللي هو نصف القطر بيساوي نص الدي، ربع ده وربع ده هيطلع معاك القانون ده. ده متساوي ده متساوي وده ثابت، وبالتالي الار بيتناسب عكسيا مع الدي تربيع. وبالتالي ده هيساوي الدي 2 على الدي 1 الكل تربيع. وبالتالي انت عندك الاي 2 على الاي 1 بتساوي الدي 2 بكام؟ ب 3 دي 1 على الدي 1 كل تربيع بيساوي 3 تربيع ب 9. يبقى انت عندك الاي 2 بتساوي 9 في الاي 1 اللي هو 3 هيطلع معاك 27 ملي امبير، وبالتالي الاي بتساوي 30 ملي امبير. بس يبقى انت عندك هنا 30 ملي امبير. طبعا هو هنا جايبها لك كلها بالامبير، 30 ملي امبير تتحول من ملي للامبير تضرب في 10 وسالب 3، 30 في 10 وسالب 3 اللي هي 3 في 10 وسالب 2 اللي هي 3 من 100 امبير، وبالتالي دي هتبقى رقم جي. السؤال رقم 81، إذا كانت قراءة الأميتر في الدائرة المقابلة 2 أمبير. قراءة الأميتر 2 أمبير معناها إن التيار اللي هيمشي هنا بيساوي 2 أمبير. فإن شدة التيار المار في الدائرة تساوي، عايزين شدة التيار الكلي اللي هو من هنا. أجيب ده إزاي؟ تعال نقسمها هنا. بيقول لك ان التيار اللي ماشي هنا ب 2 امبير، وعايزين التيار الكلي اللي هو التيار ده اللي هو الاي. بسيطه، احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا مقاومتين ما بين النقطه دي والنقطه دي، في مقاومتين متوصلين على التوازي اللي هي الثلاثه والسته. في حاله التوصيل على التوازي الاي بيتناسب عكسيا مع الار، وبالتالي اقدر اجيب التيار اللي هنا. عندك هنا التيار اللي هنا هنسميه اي 1 مثلا، يبقى انت عندك الاي 1 بيساوي الاي 2 اللي هي 2 في الار 2 اللي هي 3 على الار 1 اللي هي 6 هيطلع معاك 1 امبير، يبقى ده بيساوي 1 امبير. بطريقه ثانيه في حته التوصيل على التوازي قلنا الاي بيتناسب عكسيا مع الار، المقاومه دي ضعف دي، يبقى التيار هنا نص هنا، ده 2 يبقى ده 1. او ان فرق الجهد اللي هو عباره عن 6 اي 1 بيساوي فرق الجهد ده اللي هو 3 في 2، يبقى 6 اي 1 بتساوي 3 في 2 اللي هي 6، فالاي 1 هيطلع 1 امبير. هي هي. بعد كده اقدر اجيب الاي، الاي هتطلع 1 و2 ب 3 امبير. بعد كده بيقول لك قيمه المقاومه ار تساوي، عايزين قيمه المقاومه ار. عشان تجيب المقاومه ار فانت قدامك اكتر من طريقه. احدى الطرق ان انت هتقسم القوه الدفع الكليه على التيار الكلي، هتجيب المقاومه الكليه وبعد كده تقدر تجيب المقاومه ار. يبقى احنا هنقول ان الار توتال بتساوي الفي توتال او الفي الكليه اللي هي ال 12 على التيار الكلي هيطلع معاك 4 اوم. ال 4 اوم دي عباره عن الار زائد المقاومه اللي ما بين النقطتين دول. 3 على التوازي مع 6 هيديك 2، وبالتالي الار بتساوي 4 ناقص 2 هيديك 2 اوم. الطريقه الثانيه ان انت هتجيب فرق الجهد هنا، تقسم فرق الجهد
ما بين طرفي المقاومة R على شدة التيار اللي ماشي فيها اللي هو التيار الكلي، هتقدر تجيب ايه؟ بعتذر، المفروض ده موجب وده سالب عشان التيار اللي انا عملته لتحت. فتقدر تجيب ايه؟ قيمة الـ R. المهم عشان اجيب فرق الجهد ده، انا عارف ان فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي هي الـ VR بيساوي قوة الدفعة اللي هي الـ 12 ناقص فرق الجهد ما بين هنا وهنا اللي هو عبارة عن 3 في 2 اللي هو 6، وبالتالي ده بيساوي 12 ناقص 6 يديك 6 فولت. بعد كده الار بتساوي فرق الجهد ده على قيمه سوري على قيمه التيار اللي ماشي هنا اللي هي 3، هيطلع معاك 2 اوم. هو في ايه يا جدعان؟ انت لسه جديد. ايوه كده، في فرح جنبي، اتمنى ان يكون الصوت مش واصل لكم. قلنا 3 امبير وده ب 2 اوم. طبعا في طريقه ثالثه، احنا هنا قلنا ان فرق الجهد هنا ب 6، فرق الجهد هنا ب 6 ماشي، والمقاومه بين هنا وهنا ب 2، يبقى المقاومه دي ب 2 لان فرق الجهد متساوي. 82، في الدائره المقابله ما قراءه الاميتر عندما يكون المفتاح كي مفتوحا وبعد كده المفتاح كي مغلقا؟ عندك 10 اوم، 30 اوم، 20 اوم، 12 فولت، والار بتساوي صفر، وده عندك التيار الكلي. في حالة المفتاح مفتوح فانت عندك التيار اللي هيمشي في المقاومة دي اللي هو قراءة الاميتر هو نفسه التيار الكلي، وبالتالي على طول التيار الكلي بيساوي قوة الدفع اللي هي ال 12 على المقاومة اللي في الدايرة، ده المسار بتاعك 30 و10 ب 40 اوم. هيطلع معاك 12 على ال 40، 3 على ال 10 اللي هي 3 من 10 امبير. بعد كده اغلق المفتاح. لما تغلق المفتاح التيار ده هيلاقي مسارين، مسار كده ومسار كده. انا عايز اجيب التيار ده اسميها اي 2. عشان اجيب الاي 2 اعمل ايه؟ عشان تجيب الاي 2 فانت قدامك اكتر من طريقه، يا اما هتجيب فرق الجهد ده تقسمه على المقاومه دي تجيب الاي 2، او تجيب التيار الكلي بعد كده توزعه. تعال نحلها بأكتر من طريقة. أول حاجة هجيب التيار الكلي وبعد كده أوزعه. عشان تجيب التيار الكلي فأنت محتاج تجيب المقاومة الكلية. المقاومة الكلية هنا تبقى 10 زائد المقاومة بين هنا وهنا، 30 على التوازن على 20 هيساوي 30 في 20 اللي هي 600، 30 زائد 20 اللي هي 50، 60 على 5 اللي هي 12 أوم. بعد كده المقاومة دي على التوالي مع المقاومة 10، وبالتالي عندك هنا الار توتال بتساوي 10 و12 ب 22 اوم. بعد كده اجيب التيار، التيار بيساوي ال 12 على ال 22، كده احنا جبنا التيار الكلي اللي هو الاي. بعد كده التيار الكلي ده هتوزعه هنا وهنا. دخلنا قانون قلنا اللي اسمه كارنت ديفايدر رول، قلنا ان التيار اللي هيمشي هنا اللي هو الاي 2 هيساوي التيار الكلي اللي هو 12 على ال 22 في المقاومه البعيده على مجموع المقاومتين، فده يطلع معاك عم انجز على طول، هيطلع معاك 22%. لو انت مشيت بالطرق التقليدية من قانون اوم، طبعا القانون ده مستنتج من قانون اوم زي ما خدنا قبل كده، من قانون اوم عندك التيار الكلي في المقاومه بين النقطتين دول بيساوي التيار ده اللي هيمشي هنا في المقاومه دي، وبالتالي التيار الكلي اللي هو الاي في عندك المقاومه بين النقطه دي والنقطه دي اللي هي 30 على التوازن على 20 قلنا بكام؟ ب 12، بتساوي التيار اللي ماشي هنا اللي هو الاي 2 في المقاومه دي اللي هي ب 30. فانت عندك هنا هيطلع معاك ان الاي 2 بتساوي الاي اللي هي 12 على 22 ماشي في 12 اللي هي دي سوري راحت في 12 الاي في 12 على 30، هيطلع معاك نفس الرقم.
12 على 22 12 على 30 12 تربيع على 30 في 22 هيطلع معاك نفس الرقم 22%. في كل الأحوال هيطلع معاك نفس الناتج، وبالتالي ده هيطلع معاك قلنا في حالة فتح المفتاح الاي بتلاتة من عشرة امبير، في حالة غلق المفتاح 22. هتلاحظ هنا حاجة مهمة، الحاجة دي اتكلمنا فيها أكتر من مرة قبل كده. احنا قلنا لو عندنا مقاومة والمقاومة دي وصلت معاها مقاومة على التوازي، فانت عندك التيار الكلي اللي في الدايرة، التيار الكلي اللي في الدايرة بيزيد لأن المقاومة الكلية بتقل، وده حاجة طبيعية. انت عندك هنا التيار الكلي في الحالة الأولانية كان بيساوي 3 من 10، في الحالة التانية التيار الكلي 12 على 22 اللي هي أكبر من نص، ده حاجة و50 من 100 أو خمسة حاجة يعني، فده أكبر من ده. ولكن التيار ده هيقل ليه؟ لأن أنت وصلت مقاومة على التوازي مع المقاومة دي، ففرق الجهد ما بين النقطتين دول هيقل، وبالتالي التيار اللي ماشي هنا هيقل، أو التيار الكلي اللي عندك بقى بيتوزع على الاتنين دول. فأنت عندك هنا الأي 2 أقل من الأي اللي كانت قبل كده، أنت عندك هنا التيار الـ 3 من 10 ده كان بيمر هنا، لما وصلت المقاومة دي التيار بقى كام؟ 22%. السؤال اللي بعد كده 83، في الشكل الذي أمامك قراءة الفولتميتر عندما يكون المفتاح كي 2 مغلق المفتاح كي 1 مفتوح. انت عندك الدائرة عشان ما نرسمش الدائرة أكتر من مرة، هو ده كده مفتوح وده كده مفتوح، هل هو هيطلب الاتنين مفتوحين؟ كي 2 مغلق كي 1 مفتوح، كي 2 مغلق كي 2 مفتوح، وده ماشي. أول حاجة هناخد إن الكي 2 مفتوح. كي 2 مفتوح، لو كي 2 مفتوح مفيش تيار بيمر في الدايرة، الفولتميتر هو فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي. ده قراءة الفولتميتر. طبعًا لو مفيش تيار بيمر في الدايرة فأنت عندك هنا قراءة الفولتميتر هتبقى بصفر، لأن الـ V بيساوي المقاومة دي اللي هي 30 في التيار اللي ماشي في الدايرة اللي هو الأي. الأي في الحالة دي بصفر، وبالتالي الـ V هتساوي صفر. يبقى أنت عندك دي رقم 3 اللي هي المفتاح كي 2 مفتوح بغض النظر عن الكي 1. يبقى دي رقم 3. نيجي بعد كده نقفل ده اللي هو الحالتين اللي بعد كده. لما نقفل ده وده برضو مفتوح اللي هو المفتاح اللي هنا مفتوح، دي الحالة كام؟ كي 2 مغلق والكي 1 مفتوح اللي هي الحالة رقم 1. ده مفتوح. فأنت عندك الدائرة بتاعتك ادي 30 30. تقدر تجيب فرق الجهد ده بأكتر من طريقة. أنت محتاج تجيب المقاومة بين هنا وهنا، المقاومة بين هنا وهنا بكام؟ 30 على التوازي مع 30 هيديك كام؟ هيديك زيرو، سوري 15 اللي هي 30 على الاتنين. وبالتالي المقاومة بين هنا وهنا 15 أوم. عندك مقاومة 15 أوم على التوازي مع مقاومة 30 أوم، وبالتالي على طول فرق الجهد ده اللي هو الـ V بيساوي فرق الجهد الكلي اللي هو بـ 90 مضروب في المقاومة بين النقطتين اللي انت عايز تجيب فرق الجهد ما بينهم اللي هي 30 على المقاومة الكلية اللي هي 30 و15 ب 45. 90 على 45 ب 2، 2 في 30 ب 60 فولت. طبعا ده حاجة منطقية. عندك مقاومتين متوصلين على التوالي، المقاومة او فرق الجهد بيتناسب مع المقاومة، المقاومة دي ضعف دي، فرق الجهد هنا ضعف فرق الجهد هنا، وبالتالي ده ب 60 وده ب 30. الطريقة التانية ان انت كنت هتجيب التيار، التيار بيساوي القوة الدافعة على المقاومة الكلية اللي هي 30 و 15 ب 45. بعد كده تضرب التيار ده في المقاومة دي اللي هي ب 30 هيطلع معاك نفس الرقم 30 مضروبة في 90 على 45 هي إيه نفس الحاجة. وبالتالي احنا هنا عندنا هيبقى 60 فولت، ده رقم 1. نيجي بعد كده لرقم 2. رقم 2 بيقول لك ان الكي 2 مغلق و الكي 1 مغلق، كي 1 اللي هو ما بين هنا. طبعا لما تغلق المفتاح اللي هنا
فده سلك. عندك سلك على التوازي مع مقاومة هي الجهة، سلك على التوازي مع المقاومة هي الجهة، وبالتالي ما بين النقطة دي والنقطة دي في سلك، وبالتالي المقاومة الكلية هي 30، وبالتالي فرق الجهد الكلي أو فرق الجهد ما بين النقطتين دول هو نفسه فرق الجهد الكلي، وبالتالي الـ V في الحالة دي هتساوي 90 فولت. بس يبقى أنت عندك واحد هتبقى 60، اتنين هتبقى 90، ثلاثة هتبقى صفر. أربعة وتمانين، أصيغة أربع مقاومات على التوازي ببطارية قوتها الدفع الكهربية 9.2 فولت، وكانت قيم شدة التيار المار في كل منها أتعلق برضو كما مبين بالشكل المقابل، فإن المقاومة الكلية للدائرة تساوي. السؤال ده سهل، انت تقدر تجيب المقاومة الكلية بأكتر من طريقة. الطريقة الأولى مش محتاج ان احنا نعيد رسمها، الطريقة الأولى ان انت عندك القوة الدفع الكلية، لو قدرت تجيب التيار الكلي قسمت ال في بي على الاي هتقدر تجيب المقاومة الكلية، او ان انت هتجيب المقاومة دي والمقاومة دي والمقاومة دي والمقاومة دي وبعد كده هتاخدهم على التوازي تجيب المقاومة الكلية. هنستخدم الطريقتين. الطريقة الأولى اللي احنا هنجيب الاي، التيار الكلي ده بيتوزع هنا وهنا 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 لأنهم على التوازي كلهم، 150 و45 زائد 14 زائد 4 هيطلع معاك 195 199 213، ماشي دي 213 ملي أمبير. بعد كده هتقسم قوة الدفع على التيار هيديك الايه المقاومه الكليه، يبقى الار توتال بتساوي 9.2 على 213 ملي امبير اللي هي 213 في 10 اس سالب 3 هيطلع معاك 43.19 من 100. ليه دي الطريقه الثانيه؟ ان احنا فرق الجهد ما بين النقطتين دول المقاومة الداخلية بصفر، هو نفسه هنا هو نفسه هنا هو نفسه هنا هو نفسه هنا، وبالتالي هتجيب المقاومة دي هنسميها ار واحد هيطلع معاك 9.2 على 150 ملي امبير. هيطلع معاك الرقم ده 184 على 3. طبعا يعني الحل بالطريقة دي أصعب من الطريقة دي. الار اتنين بتساوي تقسم على 45 ملي امبير، 45 ملي اللي هي 45 من 100، هتلاقيها صعبة. ماشي تعال نقرب وخلاص، 204.4 التلاتة بتساوي تقسم على 14 ملي امبير اللي هي 14 من 1000، 657.1. الار 4 بتساوي تقسم على الاربعة 4 شوية بحط على 200 ليه هيطلع 2300. بعد كده دول كلهم على التوازي، واحد على الار توتال بتساوي واحد على المقاومة الاولى اللي هي 184 على 3 زائد واحد على المقاومة التانية زائد واحد على المقاومة التالتة زائد واحد على المقاومة الرابعة هيطلع معاك الرقم ده. بعد كده طبعا ده مقلوب المقاومة الكلية، واحد على الرقم اللي احنا مطلعينه هيطلع معاك 43.2 او 19 من 100 زي ما هي طالعين. زي ما قلت لك الحل ده اسهل من ده، هنا بتجمع التيارات كلها وبعد كده تقسم قوة الدفع الكلية على التيار الكلي هيديك ايه المقاومة الكلية. رقم اتنين بيقول لك شدة التيار الكلي المار في البطارية اذا استبدلت المقاومة
ذات القيمة الأكبر بمقاومة أخرى ضعف قيمتها تساوي. المقاومة ذات القيمة الأكبر، احنا هنا بقى محتاجين نجيب الايه؟ ولا مش محتاجين؟ مش هتحتاج تجيب المقاومات برضو. احنا هنا عاوزين نستبدل المقاومة ذات القيمة الأكبر. طبعا أكبر مقاومة هنا هتبقى أنهي؟ اللي بيمر فيها أقل تيار، لأن احنا عارفين فرق الجهد لما بيكون متساوي، فأنت عندك الأي بيتناسب عكسيا مع الأر، وبالتالي أكبر مقاومة اللي بيمر فيها أقل تيار اللي هي دي. لو احنا استبدلنا المقاومة دي بمقاومة أخرى ضعف قيمتها، لما انت هنا تستبدل المقاومة دي وتحط مقاومة تانية ضعف قيمتها، فالتيار هيقل للنصف، وبالتالي التيار اللي هيمشي هنا هيبقى 4 على 2 ملي أمبير، اللي هو 2 ملي أمبير. هنا عايز ايه بقى؟ شدة التيار الكلي. طبعا لما ده يقل للنصف يعني قيمة التيار الكلي هتقل بمقدار قد ايه؟ بمقدار 2 أمبير، ده 4 بقى 2، وانت هنا كنت بتجمع كنت بتقول زائد 4 هتبقى زائد 2، وبالتالي التيار الكلي هيبقى 211 ملي أمبير. سؤال رقم ب بيقول لك ذات القيمة الأصغر بمقاومة أخرى ضعف قيمتها. طبعا المقاومة الصغرى هيمر فيها أكبر تيار، أكبر تيار بيمر في المقاومة دي. لما أنت تستبدل المقاومة دي وتحط مقاومة تانية ضعف قيمتها، التيار اللي ماشي هنا هيقل للنصف، وبالتالي بدل ما هي 150 هتبقى 150 على 2 اللي هي 75 ملي أمبير، وبالتالي بدل ما كنت بتجمع 150 هتبقى 75 بس. معنى كده ان القيمة دي هتقل لإيه؟ هتقل بمقدار 75، وبالتالي هتطرح 213 ناقص 75 هيطلع معاك 138، او هتخلي 75 زائد 45 زائد 14 زائد 4 هيطلع معاك نفس الرقم اللي هو 138 ملي أمبير. السؤال رقم 85 بيقول لك الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية اذا كان فرق الجهد VEB يساوي 200 فولت. فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي بيساوي 200 فولت. فإن المقاومة المكافئة لهذا الجزء، عايزين المقاومة المكافئة. طيب نجيب المقاومة المكافئة ازاي؟ دي دايرة بسيطة، أنت عندك تعالى نعملها هنا عشان في حاجات كتير مطلوبة. عايزين المقاومة ما بين الاي والبي، المقاومة بين الاي والبي نجيبها ازاي؟ بنرجع لورا هتلاقي ان انت عندك التلات مقاومات دول على التوالي 40 و20 60 و40 ب100. بعد كده ما بين النقطة دي والنقطة دي اكس وواي مثلا، هتلاقي ان انت عندك المقاومة دي كلها اللي هي 100 على التوازي مع 25، لان هما بين نفس النقطتين اللي هما اكس وواي، هيطلع معاك 100 في 25 100 زائد 25 تقريبا ب20 اوم. تأكدوا جبنا المقاومة ما بين الاكس والواي. لو انت قعدت رسم الدايرة هتلاقي ان الدايرة دي كده، ادي الاكس والواي، شلنا كل الحاجات دي دي ودي ودي ودي، وحطينا مقاومة واحدة قيمتها ب20 اوم، ودي ب40 ودي ب40. هتلاقي ان التلات مقاومات دول على التوالي، وبالتالي المقاومة الكلية ما بين الاي والبي بتساوي 40 و40 و20 اللي هي 100 اوم. بعد كده بيقول لك شدة التيار المار خلال المقاومة R1. المقاومة R1 هي المقاومة دي. عايزين شدة التيار الماشي في المقاومة دي، لو فرضنا ان البطارية بتتحط هنا اللي هي قيمتها المقاومة الداخلية بصفر، يبقى القوة الدافعة هنا 200 فولت، فانت عندك التيار هيدخل من هنا او هيطلع من هنا يدخل على المقاومة دي، وبالتالي ده التيار الكلي. عشان تجيب التيار الكلي فانت عندك التيار الكلي بيساوي القوة الدافعة اللي هي 200 على المقاومة الكلية اللي هي 100، هيطلع معاك 2 امبير. بعد كده فرق الجهد بين النقطتين E و D. النقطة E هي دي والنقطة دي هي دي، عايزين فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي.
اجيب ده ازاي؟ تقدر تجيب فرق الجهد ده باكثر من طريقه. احدى الطرق ان انت هتجيب التيار اللي ماشي هنا وبعد كده تضرب التيار ده في المقاومه دي، هتجيب فرق الجهد ده. الطريقه الثانيه ان انت هتجيب فرق الجهد ما بين النقطتين دول وتوزعه على الثلاث مقاومات دول. الطريقه الاولى، انا عندي دلوقتي التيار الكلي بكام؟ ب 2 امبير. التيار ده هيجي عند النقطه دي ويتوزع، جزء هيمشي كده وجزء هيمشي كده، هنسمي ده اي 1 وده اي 2. لو قدرنا نجيب الاي 1 هنضربه في المقاومه دي هنجيب ايه؟ فرق الجهد ده. طب نجيب الاي 1 ازاي؟ تقدر تجيبها باكتر من طريقه. الاي 1 لو انت ضربتها في المقاومه دي هي نفسها هيديك فرق الجهد ده، هي نفسها لو ضربت التيار الكلي في المقاومه بين هنا وهنا. تاني كده، الاي الكلي لو التيار الكلي بيمشي ما بين النقطه اكس والنقطه واي، اه ده التيار الكلي، اه التيار الكلي في المقاومه بين هنا وهنا اللي هي ار اكس وواي بيساوي التيار ده اللي هو الاي واحد في المقاومه دي، لان الاي واحد بيمشي في المقاومه دي، نسميها ار اكس وواي داش مثلا. وبالتالي اقدر اجيب الاي واحد، الاي واحد هتساوي الاي الكلي ب2 في المقاومه ما بين هنا وهنا ب20 على المقاومه دي اللي هي ب100، هيطلع معاك 40 على 100 اللي هي 4 من 10، وبالتالي اقدر اجيب فرق الجهد في دي اي بيساوي المقاومه دي اللي هي ب20 في 4 من 10، هيطلع معاك 8 فولت. 8 ولا 80؟ هي المفروض 8، 8 فولت، يعني هي دي الصح 8 فولت. طيب الطريقة التانية إن أنا هجيب فرق الجهد ده، طب أجيب فرق الجهد ده إزاي؟ فرق الجهد ده تقدر تجيبه تقول إن فرق الجهد بين الإكس والواي بيساوي قوة الدفع الكلية أو فرق الجهد الكلي ناقص فرق الجهد على المقاومتين دول من هنا. عندك فرق الجهد ما بين هنا وهنا ب 200 فولت. وبالتالي الـ في إكس وواي بيساوي ال 200 ناقص فرق الجهد ده وده، اللي هو عباره عن ايه؟ التيار اللي ماشي اللي هو 2 في المقاومه دي زائد المقاومه دي اللي هي 80، هيطلع معاك 40 فولت. طيب بعد ما جبت ال 40 فولت، انت عندك المقاومه دي والمقاومه دي والمقاومه دي متوصلين على التوالي، وبالتالي في حاله التوصيل على التوالي ال في بتتناسب مع الار، يبقى انت عندك فرق الجهد ده اللي هو ال في دي اي على فرق الجهد الكلي اللي هو 40 بيساوي المقاومة دي اللي هي 20 على المقاومة دي اللي هي 100. لو انت ركزت كده هتلاقي واحنا بنجيب ال في دي اي كان عندك ايه؟ الاي واحد اللي هو عبارة عن كام؟ 2 في 20 على 100 اللي هو 40 على 100 يعني. بعد كده ضربت التيار ده في المقاومه اللي انت عايز تجيب فرق الجهد بين طرفيها اللي هي المقاومه 20 في 20، وبالتالي هيطلع معاك ال في دي اي بيساوي 8 فولت برضه. تقدر تجيبها بطريقه تجزيء فرق الجهد هيديك نفس الحاجه، وبالتالي انت عندك ده رقم 3. بعد كده 4، شده التيار المار في المقاومه ار 5، شده التيار اللي ماشي في المقاومه ار 5 اللي هي دي. احنا لسه جايبين دلوقتي التيار اللي ماشي في الاي واحد، فاحنا نقدر نجيب الاي 2 على طول بيساوي الاي الكلي اللي هو 2 امبير ناقص الاي واحد اللي هي 4 من 10، هيطلع معاك 1.6 امبير. او لو انت جبت فرق الجهد اللي هو 40 فولت اللي هو راح فين ده، لو قسمت ال 40 على المقاومه دي هيديك ايه؟ التيار اللي ماشي فيها اللي هو الاي 2، 40 على 25 هيطلع معاك نفس الحاجة. يبقى انت عندك هنا المقاومة الكلية ب100، شدة التيار اللي ماشي في الار واحد ب2 امبير، فرق الجهد ب8 فولت، شدة التيار ب1.6. سؤال 86،
بيقول لك اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل علاقه بين قراءه الفولتميتر وقيمه المقاومه الماخوذه من الاس. السؤال ده حلينا شبهه. قراءه الفولتميتر، الفولتميتر ده بيقيس فرق الجهد ما بين هنا وهنا، اللي هو هنا وهنا، اللي هو هنا وهنا. طيب فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي بيساوي ايه؟ بيساوي القوه الدافعه، لان المقاومه الداخليه بتساوي صفر، وبالتالي الفي ده دايما بيساوي الفي بي. طالما ان الفي ثابت يبقى انت هنا هيبقى العلاقه كده، علاقه ثابته مهما اتغيرت الاس، قراءه الفولتميتر بتفضل ثابته. واحد هيقول لي طب ايه اللي هيتغير هنا؟ لما تغير الاس كل اللي هيتغير هو التيار اللي ماشي هنا، ده هنسميه اي اس، والتيار الكلي اللي هو الاي، ده اي ار. الاي ار مش هيتغير لان الاي ار بيساوي فرق الجهد ده اللي هو الفي بي على المقاومه ار، ده ما اتغيرش وده ما اتغيرش، وبالتالي ده هيفضل ثابت. لكن لو ده اتغير نتيجه ان الاس اتغيرت، لان انت عندك الاي اس بيساوي الفي بي على الاس، لو الاس اتغيرت فده بيتغير. لما ده يتغير انت عندك التيار الكلي بيساوي ده زائد ده، فده هيتغير هو كمان. ولكن لا التيار اللي ماشي في المقاومه ده هيتغير ولا قراءه الفولتميتر هتتغير. السؤال رقم 87 في الدائره الموضحه المقاومه يلا. عندنا السؤال ده بيقول لك ادي مقاومه ب 10 اوم 3 اوم 8 اوم 3 اوم 6 اوم وادي 10 فولت والار بتساوي صفر. اول سؤال بيقول لك عايزين المقاومه المكافئه للدائره. المقاومه المكافئه للدائره بتكون ما بين قطبي البطاريه. طبعا لو في مقاومه داخليه بتاخدها معاك، يعني بتبقى المقاومه الداخليه زائد المقاومه الخارجيه، ولكن هي المقاومه الداخليه بصفر، وبالتالي المقاومه المكافئه هي المقاومه الخارجيه فقط اللي هي ما بين هنا وهنا. النقطه دي هنسميها ايه؟ هي نفسها النقطه دي ايه؟ هي نفسها النقطه دي ايه؟ طبعا انت عندك التيار بيطلع كده، جزء بيروح كده والجزء التاني بيجي كده، جزء بيروح كده وجزء بيروح كده، بعد كده الجزء ده والجزء ده بيتجمعوا عند النقطة دي ويمشوا كده. يبقى هنسمي النقطة دي ايه؟ سمينا دي ايه؟ نسميها اكس. التيار اللي ماشي ده مع التيار ده هيتجمعوا عند النقطة دي ويروحوا للبطارية، وبالتالي هنسمي النقطة دي بي والنقطة دي بي اللي هي نفسها النقطة دي بي. وبالتالي احنا عندنا ثلاث نقط. هتلاقي ان انت عندك ما بين الاي والاكس في مقاومتين 3 و6، وبالتالي هيبقوا على التوازي. يبقى انت عندك ادي الاي وادي الاكس، وعندك 6 على التوازي مع 3 بتساوي 6 في 3 على 6 زائد 3 هيديك 2 او. بعد كده عندك ما بين الاكس والبي في 8، بعد كده ما بين الاي والبي في 10، وبالتالي المقاومة الكلية اللي عندك اللي هي ما بين الاي والبي 2 و8 ب10 على التوازي مع ال10 اللي تحت هيطلع معاك 5 اوم. نيجي بعد كده عايز شد التيار الكلي المار بالدائرة. شد التيار الكلي اللي هو ده، ده الاي. ده سهل. الاي بيساوي ايه؟ بيساوي الفي بي اللي هي ب10 على المقاومة الكلية اللي هي ب5 هيطلع معاك 2 امبير. بعد كده شد التيار الكهربي المار خلال المقاومة 6 اوم. عايزين نشد التيار اللي ماشي خلال المقاومه دي هنسميها اي واحد. اجيبه ازاي؟ ركز كده، احنا قلنا ان الاي واحد سوري السته والثلاثه الاثنين دول على التوازي، المقاومه المكافئه ليهم ب 2 اوم، وال 2 اوم دي اللي هي المقاومه المكافئه للاثنين دول على التوالي مع الثمانيه، وده كله على التوازي مع العشره. انت عندك ده التيار الكلي اهو اللي هو الكام؟ ب 2 امبير. التيار الكلي ده هيجي عند النقطه دي ويتوزع، جزء هيروح كده وجزء هيروح كده، والمقاومه دي ب10 والمقاومه اللي فوق ب10، وبالتالي التيار ده هيتوزع عليهم بالتساوي، يبقى هنا هيمشي 1 امبير وهنا هيمشي 1 امبير. وبالتالي التيار اللي ماشي هنا ده ب1 امبير، والتيار اللي ماشي هنا ب1 امبير. التيار اللي ماشي هنا اللي هو ماشي في الثمانية هو مجموع التيار ده والتيار ده، ومجموع التيارين دول بكام؟ ب1 امبير برضه. قدامي دلوقتي اكتر من حل عشان اجيب الاي واحد. انا عندي خلاص اقدر اجيب فرق الجهد ما بين الاي والاكس، وبالتالي الاي واحد بتساوي فرق الجهد ده اللي هو 1 امبير في 2 اوم اللي هي 2 على المقاومه اللي انا عايز اجيب فرق الجهد سوري المقاومه اللي انا عايز اجيب التيار اللي ماشي فيها اللي هي 6
هيطلع معاك 6، 2 على 6، 1 على 3 امبير. تاني كده، انا جبت فرق الجهد ما بين الاي والاكس اللي هو 1 في 2، قسمت فرق الجهد ده على المقاومه 6 جبت التيار هنا، لو قسمته على المقاومه دي هتجيب التيار هنا، تجمعهم مع بعض هيديك 1 امبير برضه. الطريقه الثانيه ان انت توزع، طبعا نفس الفكره، احنا قلنا لو احنا عندنا مقاومتين على التوازي فالتيار اللي هنا اللي هو الاي 1 بيساوي التيار الكلي اللي هو 1 امبير في المقاومه البعيده اللي هي 3 على مجموع المقاومتين اللي هي 9، 3 على 9 اللي هي 1 على 3، نفس الفكره. بس وبالتالي هتبقى 33 من 100 امبير. رقم 88، في الشكل المقابل عند عدم توصيل المفتاح S إلى أي من نقطتي التوصيل A و B كانت شدة التيار المار في البطارية 1 أمبير وعند إلى آخره. بيقول لك هنا المقاومة المكافئة للدائرة تكون أكبر ما يمكن، ماشي. طب تعال نركز بقى، كلمة المقاومة R1، لا تعالى كده، ده السؤال فيه أربع نقط، وبالتالي طالما فيه أربع نقط تعالى نرسم السؤال. ادي الار واحد، ار اتنين، وده ار اتنين برضو، عندك ار تلاتة، وادي 6 فولت. بيقول لك هنا لما توصل المفتاح اس، لما توصل المفتاح اس الى اي ما توصلوش، لو انت ما وصلتوش ده بالنقطه ايه ولا بالنقطه بي، هنسمي النقطه دي ايه والنقطه دي بي، لو انت ما وصلتش ده باي واحده من دول، فانت عندك هنا بيقول لك ايه، كانت شده التيار المار في البطاريه 1 امبير. شده التيار بتكام؟ 1 امبير، سماها اي 1 بتساوي 1 امبير عند عدم توصيل اي المفتاح ده باي حاجه. وعند توصيل المفتاح اس بالنقطة ايه، لو وصلت المفتاح ده بالنقطة ايه، زادت شدة التيار المار في البطارية، بقت الاي 2 بتساوي 1.2 امبير، يبقى ده بالنقطة ايه. وعند توصيله بالنقطة بي اصبحت شدة التيار المار 2 امبير، الاي 3 بتساوي 2 امبير. بيقول لك هنا فان المقاومة المكافئة للدائرة تكون اكبر ما يمكن، دي بسيطة يعني، احنا عارفين ان المقاومة المكافئة الار توتال بتساوي قوة الدفع على التيار الكلي، التيار الكلي، وبالتالي عندك هنا لما التيار الكلي يكون اقل حاجة لان ده ثابت، معناها ان المقاومة المكافئة اكبر حاجة، وبالتالي عندك هنا التيار اقل حاجة في حالة عدم توصيله، وبالتالي هيكون ايه، المقاومة المكافئة اكبر ما يمكن هنا، وبالتالي ده ار واحد هتبقى أكبر حاجة. يبقى المقاومة المكافئة للدائرة تكون أكبر ما يمكن عند عدم توصيل مفتاح S لأي من نقطتي التوصيل. رقم 2 و3 و4 بيقول لك عايزين قيم المقاومات، قيمة المقاومة R1، قيمة المقاومة R2، قيمة المقاومة R3. نركز كده، إحنا عندنا 3 حالات، كل حالة من دول هيدينا معادلة، وعندنا 3 مجاهيل R1 R2 R3، وبالتالي لو حلينا الـ3 معادلات في الـ3 مجاهيل هنجيب الايه؟ الـ3 مجاهيل. في الحالة الأولى أنت عندك هنا بيقول لك إن الأي 1 بـ1 أمبير وده مش متصل بأي حاجة. في الحالة دي عندك المقاومة الكلية اللي في الدائرة عبارة عن R1 زائد R2 زائد R3. وبالتالي أنت عندك الـ R توتال 1 بتساوي، الـ R توتال 1 دي بتساوي ايه؟ بتساوي قوة الدفع على شدة التيار، قوة الدفع على شدة التيار، وبالتالي 6 شدة التيار بكام؟ بواحد، هيديك 6 ايه؟ 6 او، ودي بتساوي R1 زائد R2 زائد R3. الحالة التانية اللي هي الـ R توتال 2 دي بتساوي 6 برضو، والتيار اللي عندك بكام؟ 1.2 هيطلع معاك 5 او، ودي بتساوي كام؟ لما توصل ده كده فهتلاقي ان الدائرة بتاعتك اتحولت R1 زائد المقاومة ما بين هنا وهنا، هيبقى عندك ده وده على التوازي، على التوازي،
عندك ما بين النقطة دي هنسميها ايه او اكس، هتلاقي ما بين الاكس والاي في مقاومة ار اتنين، وما بين الاكس والاي برضو في مقاومة ار اتنين، وبالتالي هيبقى ايه ار واحد زائد ار اتنين على التوازي مع ار اتنين نص ار اتنين زائد ار تلاتة. الحالة التالتة لما توصل ده هنا، لاحظ كده الار تلاتة لما توصلها بكده فانت كده وصلت المقاومة ار تلاتة على التوازي مع سلك، وبالتالي دي هتتلغي، ودي مش متوصلة بأي حاجة، ده مفتوح، وبالتالي هيبقى المقاومة الكلية ار واحد زائد ار اتنين. وبالتالي انت عندك الار توتال تلاتة عبارة عن ستة على الاتنين بتساوي تلاتة، ودي بتساوي ار واحد زائد ار اتنين. دي المعادلة التالتة، دي المعادلة التانية، دي المعادلة الأولى. يبقى أنا دلوقتي عندي الأر واحد زائد الأر اتنين بكام؟ بتلاتة أوم، وعندي الأر واحد زائد نص أر اتنين زائد أر تلاتة بخمسة أوم، وعندي أر واحد زائد أر اتنين زائد أر تلاتة ب ستة أوم، وعايزين نجيب الكام المقاومات دي. أنت تقدر تحل السؤال ده بالآلة الحاسبة مباشرة، تلات معادلات في تلات مجاهيل، خمسة اتنين. عندك تلات معادلات في تلات مجاهيل، واحد 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 ستة. لاحظ ان احنا ار واحد ار اتنين ار تلاتة، و بالحد او الثابت يعني اللي عندك، نفس الفكرة هنا، عندك واحد نص واحد خمسة. هنا واحد واحد مفيش ار تلاتة يعني مضروبة في صفر تلاتة. هيطلع معاك ان الار واحد بتساوي واحد اوم، ار اتنين بتساوي اتنين اوم، ار تلاتة بتساوي تلاتة اوم. تقدر تحلها يعني تحل المعادلات مع بعض. عشان تحل المعادلات مع بعض فانت هنا انت عندك هنا ار واحد زائد ار اتنين زائد ار تلاتة بتساوي ستة، ماشي، وهنا ار واحد زائد نص ار اتنين زائد ار تلاتة بتساوي خمسة. فانت هتعمل ايه؟ هتطرح المعادلتين دول من بعض. لما تطرح المعادلتين دول من بعض هتلاقي ان انت مفيش غير الار اتنين. تعال كده نطرحهم من بعض، ده ناقص ده، ار واحد ناقص ار واحد هيديك صفر، ار اتنين ناقص نص ار اتنين هيديك نص ار اتنين، ار تلاتة ناقص ار تلاتة هيديك صفر، ستة ناقص خمسة هيديك واحد، وبالتالي ار اتنين بكام؟ واحد على النص هيديك اتنين او. نيجي بعد كده جبنا الار اتنين، هنعوض هنا نجيب الار واحد، يبقى الار واحد بتساوي تلاتة ناقص الار اتنين هيطلع معاك واحد او. بعد كده نعوض في المعادلة دي نجيب الار تلاتة، الار تلاتة بتساوي ستة ناقص ار واحد ستة ناقص دول مع بعض اللي هو ار واحد زائد ار اتنين يعني اللي هو بكام؟ بتلاتة، هيطلع معاك تلاتة او بس. فانت تقدر تحل بأكتر من طريقة. يبقى احنا عندنا هنا واحد اتنين تلاتة. 89 في الشكل المقابل قراءة الأميتر والفولتميتر عند غلق المفتاحين اس 1 واس 2 معا تساوي، خلاها عند غلق حاجة وفتح حاجة وبعد كده نغلقهم هما الاتنين. تعال نسمع هنا، بيقول لك هنا ناخد اتنين الاول، غلق المفتاح اس 1 اما تغلق ده وفتح المفتاح اس 2 وتفتح ده. طبعا لما تغلق ده وتفتح وتفتح ده الدائره بتاعتك هتبقى كده، المسار كده، المسار ده مفتوح وبالتالي هيبقى كده، التيار بتاعك هيمشي كده. المقاومه دي بكام؟ ب 3 اوم، وبالتالي شده التيار اللي هي الاي هيساوي قوه الدفعه اللي هي 2
على المقاومة الكلية اللي هي 5 زائد 3 ب 8، هيطلع معاك ربع امبير. وفرق الجهد اللي هو الفي بيساوي شدة التيار اللي هي 25 من 100 في قيمة المقاومة دي، هيطلع معاك 1.25 فولت. بعد كده لو احنا غلقنا الاس الاس 2 كمان، فانت عندك هنا ما بين النقطة دي والنقطة دي معاك سلك، اما تغلق ده كأن معاك سلك يعني، لان المقاومة بتاعت المفتاح هو مغلق بصفر، وبالتالي سلك بتوصل على التوازي مع مقاومة، وبالتالي المقاومة دي هتتلغي، وبالتالي الدايرة بتاعتك هتتحول للمسار ده، وده مش هيمشي في حاجة. وبالتالي قراءة الأميتر اللي هو التيار اللي عندك هيساوي قوة الدفع على المقاومة الكلية اللي هي 3، هيطلع معاك 2 على 3 اللي هي 67 من 100 أمبير. هتلاحظ هنا ان شدة التيار زادت، لان انت عندك كان في مقاومة وصلت معاها سلك يعني لقيت المقاومة، وبالتالي المقاومة الكلية قلت والتيار الكلي هيزيد. تاني حاجة فرق الجهد. فرق الجهد ده انت هنا بتجيب فرق الجهد ما بين ايه؟ ما بين طرفي، كأن ده بقى سلك يعني، ما بين طرفي سلك، وبالتالي الفي هيساوي زيرو. أو فرق الجهد بيساوي التيار اللي ماشي في المقاومة بين النقطتين دول، المقاومة بين النقطتين دول بصفر اللي هي مقاومة الايه؟ المفتاح هو مغلق اللي هي صفر يعني، وبالتالي ده هيديك صفر، وبالتالي ده 2 وده 1. 1 في حالة ان الاتنين مغلقين، عندك الاي ب 67 من 100 والفي بيساوي صفر، والاتنين لما نغلق ده وده مفتوح، غلق الاس 1 وفتح الاس 2 25 من 100 1.25، اللي هي دي 90. دائرة كهربية تتكون من مصدر جهد كهربي قوته الدفع الكهربية متصل مع مقاومتين على التوالي 300 و400، فإن قراءة فولتميتر مقاومته 200 أوم إذا وصل أنت عندك الدائرة بتاعتك عبارة عن مقاومتين 300 و400 وعندك قوة دفع أو بطارية، قوة الدفع بتاعتها هنقول 130 فولت زي ما هو قايل، نسميها فيو خلاص. بيقول لك كده احنا عندنا فولتميتر المقاومة بتاعته 200 أو، لو وصلنا الفولتميتر ده بين طرفي المقاومة الأولى اللي هي 300 هيقرا قد إيه؟ لما توصل الفولتميتر هنا معناها إن أنت طبعا الفولتميتر ده ليه مقاومة، وبالتالي هتشيل الفولتميتر وحط مكان المقاومة بتاعته اللي هي 200 اوم. طبعا الفولتميتر معناها ان هو بيقيس فرق الجهد، ده معناها ان انا عايز اجيب فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي. هجيب فرق الجهد ما بين النقطتين دول ازاي؟ المقاومه المكافئه الاثنين دول بكام؟ 200 على التوازي مع 300 هيطلع معاك 200 في 300 على 500. هيطلع معاك 120، وبالتالي المقاومة بين هنا وهنا 120، والمقاومة بين هنا وهنا 400. بعد كده تقدر تجيب فرق الجهد ده، يا إما عشان تجيب فرق الجهد ده هتجيب التيار اللي ماشي في الدايرة تضربه في المقاومة دي، يا إما هتوزع فرق الجهد ده على الاتنين دول. احنا عارفين إن المقاومة المكافئة بين هنا وهنا على التوالي مع المقاومة دي، وبالتالي قراءة الفولتميتر على الفرق الجهد الكلي بيساوي المقاومة دي اللي هي 120 على المقاومة الكلية اللي هي 400 زائد 120 اللي هي 520، وبالتالي الفي بتساوي 120 في ده على 520 هيطلع معاك 30 فولت. ركز معايا كده، لاحظ حاجة مهمة، فرق الجهد ده بيساوي 130 على ده هيجي هنا، يبقى 130 على 520، 130 على المقاومة الكلية هيديك التيار الكلي مضروب في 120 اللي هي المقاومة دي، يعني لما تضرب الاي في الار هيديك ايه؟ فرق الجهد ده. يعني هو القوانين كلها مستنتجة من قانون او، عشان بس تبقى فاهم الحتة دي. الحالة التانية ان انا هوصل الفولتميتر ما بين طرفي المقاومة التانية، ده 300 ده 400 وادي 200 وده 130 فولت، نفس اللي انا عملته.
عندك 400 و200 على التوازي هيساوي 800 على 6، 400 على 3. بعد كده يا اما تستخدم نفس الحاجة دي، عندنا هنا فرق الجهد اللي احنا عايزين نجيبه اللي هي قراءة الفولتميتر بيساوي فرق الجهد الكلي اللي هو 130 في المقاومة دي اللي هي 400 على 3 على مجموع المقاومتين 400 على 3 زائد 300. زي ما قلت لك فرق الجهد ده على فرق الجهد ده بيساوي المقاومة دي، فرق الجهد ده على فرق الجهد الكلي بيساوي المقاومة دي ماشي على المقاومة الكلية. كأنك قسمت ده على ده، جبت التيار الكلي وضربته في المقاومة دي من قانون أوم. يبقى أنت هنا 130 في 400 على 3، 400 على 3 زائد 300 هيطلع معاك 40. وبالتالي هنا ب30 وهنا ب40. عايزك برضو تلاحظ حاجة، انت هنا مقاومة كده كام؟ مقاومة هنا كانت المقاومة المكافئة الاتنين دول كانت ب120 اوم، 120 اوم على التوالي مع 400، هنا 300 على التوالي مع كام؟ مع 400 على التلاتة اللي هي حوالي 103 وشوية، 133 وتلاتة من عشرة. هتلاحظ ان المقاومة الكبيرة دايما فرق الجهد عليها بيبقى اكبر، هنا فرق الجهد هنا اكبر من فرق الجهد هنا، ده ب30 وده هيبقى 100. هنا نفس الفكرة، انت عندك المقاومة دي اقل من دي وبالتالي ده ب40 وده هيبقى ب90. يبقى انت عندك 30 و40. السعر رقم 91 في الشكل المقابل اذا كانت قراءة الفولتميتر 4 فولت، قراءة الفولتميتر 4 فولت، فكم تكون قراءته عندما يوصل بين النقطتين بي وسي اي وسي؟ بيقول لك هنا ان قراءة الفولتميتر اللي هو فرق الجهد ما بين النقطتين دول ب 4 فولت، والمقاومة دي ب R، والمقاومة دي ب R، 2 R، 2 R، R، B، C، E. بعد كده بيقول لك عايزين فرق الجهد ما بين ال B وال C وفرق الجهد ما بين ال A وال C. طبعا هو لما يقول لك يتوصل ما بين النقطتين دول او يتوصل ما بين النقطتين دول معناها ان هو عايز فرق الجهد ده وفرق الجهد ده. نحل السؤال ده بأكتر من طريقة. احنا بنقول هنا ان فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي بكام؟ ب4 فولت. المقاومة دي والمقاومة دي متوصلين على التوالي، صح؟ وبالتالي في حالة التوصيل على التوالي التيار هنا بيساوي التيار هنا، وبالتالي V بتتناسب مع الـ R. وبالتالي المقاومتين متساويتين والتيار متساوي، وبالتالي فرق الجهد هيبقى متساوي، وبالتالي فرق الجهد ما بين هنا وهنا هيبقى 4 فولت. وبالتالي فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي بكام؟ ب8 فولت. يبقى أنت عندك هنا الـ VEB بيساوي 8 فولت. كنت ممكن تجيبها بطريقة تانية، الطريقة التانية إن أنت هتجيب التيار اللي ماشي سمي ده I1، الـ I1 بتساوي فرق الجهد من طرفي المقاومة دي على قيمة المقاومة 4 على R. بعد كده عشان تجيب التيار ده كله اللي هو التيار اللي فوق ده اللي هو سوري، عشان تجيب فرق الجهد ده اللي هو ال VEB، فال VEB كان هيساوي التيار اللي هو ال I1 في المقاومة بين هنا وهنا اللي هو 2 R، هتلاقي ان هي برضه 8 فولت، فبكل الطرق هيطلع معاك نفس الحاجة. يبقى احنا دلوقتي جبنا ايه؟ فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي هو ال VEB. طبعا هو مش عايز فرق الجهد ما بين النقطتين دول، هو عايز فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي. طب اعمل ايه؟ بسيطة، احنا هنا
ممكن نجيب فرق الجهد ده بأكتر من طريقة، يا إما هنجيب المقاومة الكلية ما بين النقطتين دول هتبقى على التوالي مع دي، وإحنا عرفنا فرق الجهد ده فنقدر نجيب فرق الجهد ده، أو إن إحنا نجيب التيار اللي ماشي تحت نجمعه مع التيار اللي ماشي فوق هيديك التيار اللي هنا، تضربه في المقاومة دي تجيب إيه فرق الجهد ده. تعال نحلها بالطريقتين. الطريقة الأولى إحنا بنقول إيه، هنجيب المقاومة بين هنا وهنا، عندك المقاومة فوق R و R باتنين R، والمقاومة تحت اتنين R واتنين R باربعة R، والمقاومة دي على التوازي مع دي، اتنين في أربعة بتمانية، اتنين زائد أربعة بستة، اللي هي عبارة عن أربعة على التلاتة R. جبنا المقاومة بين هنا وهنا، وعندنا فرق الجهد ما بين هنا وهنا بتمانية فولت، وعندك المقاومة دي فتقدر تجيب فرق الجهد ده، لأن المقاومة دي على التوالي مع المقاومة دي، وبالتالي عندك الـ VBC على فرق الجهد ده اللي هو 8 بيساوي المقاومة دي على المقاومة دي اللي هي 4 3 R. هتلاقي إن ده بيروح مع ده، يبقى الـ VBC بيساوي 8 على الـ 4 على الـ 3، وبالتالي ده هيبقى 6، يبقى ده 6 فولت، او اعملها بالآلة الحاسبة. طيب الطريقة التانية، احنا لسه قايلين ان الاي واحد هيطلع 4 على ار، ومنه جبنا فرق الجهد ما بين هنا وهنا، لو قسمنا فرق الجهد الكلي على المقاومة دي هنجيب التيار اللي هنا، او بطريقة تانية المقاومة دي ب2 ار والمقاومة دي 4 ار، التيار اللي هنا هيبقى نص التيار اللي هنا لانهم على التوازي. يبقى انت عندك هنا الاي 2 بتساوي 8 فولت على المقاومه دي اللي هي 4 ار، هيطلع معاك 2 على الار امبير. بعد كده التيار الكلي بيساوي التيار ده زائد التيار ده، 4 على الار و2 على الار هيديك ايه 6 على ار امبير، بفرض ان الار بتتقاس بالاو. وبالتالي انت عندك هنا فرق الجهد ما بين البي والسي بيساوي الار في 6 على ار، طبعا 6 على ار في ار هيديك 6 فولت على طول. اعتقد ان انت استوعبت الفكره. بعد كده لو احنا عايزين بقى نجيب فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي، فرق الجهد ده بيساوي فرق الجهد من هنا لهنا زائد فرق الجهد من هنا لهنا، وبالتالي ال في اي سي بيساوي ال في اي بي زائد ال في بي سي، وبالتالي ده بيساوي ال في اي بي ب 8 زائد ال في بي سي ب 6، هيطلع معاك 14 فولت. طبعا كنت ممكن تجيبها بطريقه ثانيه، انت عندك المقاومه دي ب ار والمقاومه من هنا لهنا جبناها ب 4 3 ار، تجمع المقاومه دي والمقاومه دي تضربهم في التيار الكلي اللي هو راح فين اللي هو 6 على ار، هيديك برضو نفس الرقم. يبقى احنا هنا عندنا كان كام، بي وسي 6 و14. نوتسين في الشكل المقابل دائرة كهربية مغلقة إذا كانت الفي 1 بيساوي الفي 2 فإن قيمة المقاومة R تساوي. طيب بيقول لك هنا إن فرق الجهد ما بين النقطتين دول اللي هو نفسه فرق الجهد ما بين هنا وهنا، اللي هو نفسه فرق الجهد ما بين هنا وهنا بيساوي الفي 2 اللي هو فرق الجهد ما بين هنا وهنا. بيقول لك هنا عايزين قيمة المقاومة R، طبعا دي مش محتاجة. احنا قلنا ان انت عندك لو النقطة دي A والنقطة دي B النقطة دي هتبقى C، عندك المقاومة ما بين A و B اللي هي 6 اوم هتبقى على التوالي مع المقاومة اللي ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي هي هتبقى عبارة عن كام، 12 على التوازي مع R زائد 3، صح كده؟ بيقول لك هنا ايه، ان فرق الجهد ده اللي هو الفي 2 بيساوي فرق الجهد ما بين هنا وهنا اللي هو الفي 1، وبالتالي في حاله التوصيل على التوالي طالما ان فرق الجهد متساوي يبقى المقاومات متساويه، وبالتالي انت عندك المقاومه دي هتساوي المقاومه دي بس.
يبقى تاني الحتة دي احنا عندنا بيقول لك ان فرق الجهد ده V1 بيساوي فرق الجهد ما بين هنا وهنا ال V2. قلنا ان ال V1 او المقاومة بين هنا وهنا على التوالي مع المقاومة بين هنا وهنا اللي هي تبقى 6 على التوالي مع المقاومة بين ده X و Y او A و B الى اخره. ادي X وادي Y. بيقول لك ان فرق الجهد ده بيساوي فرق الجهد ده، وبالتالي المقاومة 6 بتساوي المقاومة المكافئة بين النقطتين دول اللي هي 12 على التوازي مع 3 زائد 4. وبالتالي 6 بتساوي 12 على التوازي مع ده، هتبقى 12 في 3 زائد ار على 12 زائد 3 زائد ار اللي هي 15 زائد ار. على 6 فعل 1 على 6 فعل 2 طرفين في وسطين 15 زائد ار بتساوي 2 في 3 ب 6 2 في ار زائد 2 ار. هتجيب ده هنا بالسالب 2 ار ناقص ار بار، وتجيب ده هنا بالسالب 15 ناقص 6 9 سوري صح 9. بس تعال نجرب كده، انت عندك دي 9 ودي 3 ماشي، فانت طالما ان دي 3 ودي 9، 9 التوازي مع 3 بكام؟ 9 التوازي مع 3 بكام؟ ب 12. مقاومة بين هنا وهنا ب 12 على التوازي مع ال 12 هيديك 6، وبالتالي المقاومة دي ب 6 اوم. عندك مقاومة 6 اوم على التوالي مع 6 اوم، يبقى فرق الجهد هنا يساوي فرق الجهد هنا. طبعا ده اسهل حل، شايف ان ده اسهل حاجة، ده اسهل حاجة. انت ممكن تجيبها بالتيارات وحوارات من دي، بس ده اسهل حاجة. هيديك نفس الحل مش تساوي رقم 93. بيقول لك في الشكل المقابل عند غلق المفتاح في الاتجاه واحد، لما تغلق المفتاح في الاتجاه واحد يمر تيار شدته 2 امبير في الاميتر فتكون قيمة المقاومة ار. ده احنا لسه حلين شبهه وكان اصعب منه. احنا عندنا الدايرة كده، ادي واحد ادي اتنين بيقول لك هنا لما نغلق المفتاح في اتجاه واحد ده هيبقى كده. طبعا لما تغلق في اتجاه واحد هيبقى انت عندك المقاومة ار دي هتبقى على التوازي مع المقاومة ار، النقطة دي اكس والنقطة دي واي، ما بين الاكس والواي في ار وما بين الاكس والواي في ار، وبالتالي ار على التوازي مع الار. بعد كده ده خلاص مش معانا، وبالتالي انت عندك اكس واي بعد كده المقاومة ار معاهم على التوالي، وبالتالي ار على التوازي مع الار بنص ار زائد ار هيطلع معاك واحد ونص ار، دي المقاومة الكلية. بيقول لك هنا عند غلق المفتاح في اتجاه واحد يمر في الدايرة تيار شدته 2 امبير، يبقى انت عندك الاي بيساوي 2 امبير. وعايزين قيمة الار. خلاص اقسم القوة الدفع اللي هي 15 على التيار اللي هو ال 2 هيديك الار توتال، يبقى الار توتال بتساوي 15 على ال 2 هيساوي 7.5 اوم. 7.5 اوم دي بتساوي 1.5 ار. وبالتالي انت عندك الار بتساوي 7.5 على ال 1.5 هيطلع معاك 5. تعال جرب كده، 5 التوازي مع 5 هيديك 2.5، 2.5 زائد 5 هيديك 7.5، اقسم 15 على 7.5 هيديك 2 امبير، وبالتالي حل صح. لو احنا عايزين دي اول واحد. بعد كده بيقول لك عند غلق المفتاح في الاتجاه 2 يمر في الاميتر تيار شدته. لو انت غلقت المفتاح في الاتجاه 2 كده هتلاقي ان انت شبه اللي فاتت وصلت المقاومة دي على التوازي مع سلك، وبالتالي دي هتتلغي، وعندك المقاومة دي مش متوصلة بحاجة، وبالتالي كأنها مش موجودة، وبالتالي الدايرة بتاعتك هتبقى كده. ده المسار بتاعك، وبالتالي المقاومة الوحيدة اللي في الدايرة هي المقاومة ار، وبالتالي شدة التيار الكلي بتساوي 15 على المقاومة ار اللي هي بخمسة هيطلع معاك 3 امبير.
بس كده. هتلاحظ حاجة برضو مهمة، انت عندك لما كان المفتاح كان في الاتجاه ده كان المقاومة اللي عندك بكام؟ بواحد ونص ار. لما المفتاح بقى في الاتجاه ده بقت ار، المقاومة بتاعتك قلت وبالتالي التيار زاد من 2 ل 3، يبقى انت عندك 5 و3. في الدائرة الكهربية الموضحة يكون فرق الجهد بين النقطتين بي ودي، ادي البي ودي الدي، انا شرحت فرق الجهد قبل كده وشرحت الجهد عند نقطة، هتلاقوهم في الشرح اللي عنده مشكلة فيهم. احنا عندنا كل اللي انا عملته ان انا قعدت رسم الدايره وخلاص. ده المقاومه دي بخمسه، المقاومه دي بخمسه، المقاومه دي بخمسه، عندك المقاومه دي بخمسه، المقاومه دي بخمسه، المقاومه دي بخمسه، وده ب 12 فولت، وعندك النقطه ايه هي دي، والنقطه دي هي سي، وبعد كده النقطة دي هي دي، لا دي بي، النقطة دي هي بي وده سي والنقطة دي هي دي. وعايزين نجيب فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي، نعمل ايه؟ ركز معايا كده، احنا عندنا الجهد الموجب هو ده والجهد السالب هو ده، صح؟ لأن ده سالب البطارية وده موجب البطارية. عندك فرق الجهد ما بين النقطتين دول ب 12 فولت، وبالتالي ال 12 فولت دي هتتوزع على المقاومات دي بالتساوي، فرق الجهد ما بين هنا وهنا ب 12 والمقاومات دي متساوية، وبالتالي فرق الجهد ما بين هنا وهنا بكام؟ ب 5 فولت، وده ب 5 فولت، وده ب 5 فولت. نفس الفكرة تحت، يبقى هنا ده فرق الجهد ب 5 فولت، وده 5 فولت، وده 5 فولت. تمام كده؟ طيب انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب فرق الجهد ما بين البي والدي. انهو اللي هيبقى جهدها اكبر؟ احنا عارفين ان احنا عشان نجيب فرق الجهد ما بين النقطتين ادي ايه مثلا؟ وادي بي. ده موجب وده سالب، وبالتالي بقول في اي بي، وفرق الجهد ما بين النقطتين دول بيساوي الفي اي ناقص الفي بي. طب لو انا عندي اكتر من نقطه، يعني مثلا ده كده وده كده، ادي الاي وادي البي وادي السي، وقلنا ان ده هو الموجب وده السالب، يعني التيار طالع من هنا ورايح لهنا، فعشان اجيب فرق الجهد ما بين النقطتين دول اللي هو الفي اي سي، فالفي اي سي هيساوي وانت رايح من الاي للبي اللي هي الفي اي بي زائد من البي للسي. تاني كده، موجب سالب، التيار بيطلع من الموجب ويروح للسالب في الايه، في المقاومه، وبالتالي ده موجب وده سالب. بعد كده ما بين النقطة دي والنقطة دي، ده الموجب وده السالب بتاع المقاومة دي، لأن التيار بيطلع من الموجب ويروح للسالب. وبالتالي لو أنت عايز تجيب فرق الجهد ما بين نقطتين وأنت طالع من نقطة ورايح لنقطة تانية، فأنت بتقول فرق الجهد الأول اي بي مثلا، وبعد كده النقطة اللي أنت انتهيت عندها بتجمع بي زائد حاجة، مش عارف أجيبها لك إزاي، أنت فاهم؟ والله مش عارف، أعتقد أنت مستوعب اللي أنا بقوله. عندك هنا عاوز تجيب من هنا لهنا، وانت المسار بتاعك طالع من A ورايح للسي، فانت هنا يا اما تقول في اي بي زائد في بي سي، يا اما تقول في اي سي على طول، يا اما تقول في اي ناقص في سي. الطريقه الثالثه، احنا هنا في اي بي زائد في بي سي او في اي بي ناقص في سي بي، انت هنا انتهيت عند نفس النقطه في اي بي في سي بي، بس هنا خليتها سالب لان انت عارف ان الفي بي سي بتساوي سالب الفي سي بي، ده بيساوي سالب ده. الحاجات دي انا شرحها بالتفصيل في الفيديو بتاع الجهد الكهربي عند نقطه. طيب انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب فرق الجهد ما بين النقطتين دول، انهي اللي جهدها اكبر؟ اللي جهده اكبر هتبقى نقطه الدي. طب لو واحد ما يعرفش
افرض اي واحده، يعني احنا مثلا احنا هنقول هنا ان انا عايز اجيب ايه، هفترض ان دي جهدها اكبر وبالتالي هتبقى في بي دي، طلعت بالموجب يبقى دي جهدها اكبر من دي، طلعت بالسالب يبقى العكس. كمثال هنا انا لما اقول لك هنا في اي بي بيساوي وطلع معايا سالب 5 فولت، معناها ايه؟ معناها ان جهد البي هي اللي اكبر من الايه، من الاي. وطبعا قلت في اي بي بتساوي سالب 5، هنقول الفي بي اي بتساوي 5، فنفس الرقم، الاختلاف بس الاشاره على حسب الاتجاه بتاعك. نفس الفكره هنا، فانا فرضت ان البي اكبر من الدي، لو طلعت معايا سالب فهاخد الموجب بس، لو طلعت معايا الموجب تطلع نفس الايه، هتبقى خلاص يعني. المهم في الحالتين هيطلع معاك نفس المقدار، الاشاره بس اللي بتختلف على حسب الكبير. فانا عندي الفي بي دي، يا اما اروح بقى انا عاوز اروح من البي اروح للدي، اعمل ايه؟ يا اما تطلع كده وبعد كده كده، يا اما تطلع كده وبعد كده. تاني عندي هنا الفي بي دي تبقى في بي سي زائد في سي دي، وبالتالي ده بيساوي في بي سي. انا قلت ان ده موجب وده سالب، لان ده موجب وبالتالي هيطلع كده، وبالتالي عندك هنا الفي بي سي موجب، المقدار ده هيبقى بالموجب، لان جهد النقطه ده اكبر من دي، وقيمه الفرق الجهد ده بكام؟ ب 5 فولت. زائد عندك هنا الفي سي دي، انت عندك التيار بيمشي كده وانت رايح من السي للدي، جهد النقطه سي اقل من الدي، جهد النقطه سي اقل من الدي، وبالتالي هتاخد ده بالسالب. فرق الجهد ما بين النقطتين دول بكام؟ 5 و5 10، ولكن ده بالايه؟ بالسالب، يبقى ده سالب 10. سالب 10 زائد 5 هيديك سالب 5 فولت. وبالتالي طالما ان في بي دي طلعت بالسالب، معناها ان جهد النقطه دي هيبقى اكبر من جهد النقطه بي، يعني عكس اللي انا فرضته. واحد قال لي طب انا عايز اخد الاتجاه كده، هتبقى هي هي، انت عندك الفي بي دي بتساوي، تروح كده هتبقى في بي اي بعد كده من الاي للدي زائد في اي دي. انت عندك الفي بي اي، لاحظ ان التيار كده وانت ماشي عكس التيار، او ان جهد النقطة ايه اكبر من الايه، جهد النقطة ايه اكبر من البي، وانت هنا فرض او رايح من البي للاي، يعني قلت بي اي، وبالتالي ده هيبقى بالسالب، وبالتالي ده هيبقى سالب 10، 5 و5، بعد كده من الاي للدي ده بالموجب وده ب5، هيطلع معاك سالب 5 فولت برضه. زي ما قلت لك انت عندك الفي بي دي بسالب 5، معناها ان الفي دي بي ب5 فولت، يعني جهد النقطة دي اكبر من جهد النقطة بي. طبعا في طرق تانية ان انت تحل نفس السؤال ده، لو انت فرضت مثلا ان النقطة دي متصلة بالارضي، معنى ان النقطة دي متصلة بالارضي يعني جهد النقطة دي بصفر، صح؟ وانا بقول ان فرق الجهد ما بين هنا وهنا ب5، وده جهده اكبر من ده، وبالتالي ده هتبقى جهدها ب5 فولت، صح؟ طيب دي جهدها ب5، انا بقول لك ان فرق الجهد ما بين هنا وهنا ب5، وده اكبر من ده، وبالتالي ده هيبقى ايه؟ صفر، هيبقى ده برضه متصل بالارضي، لان جهد فرق الجهد ما بين هنا وهنا ب5، وجهد ده اكبر من ده، وبالتالي جهد النقطه دي بكام؟ ده صفر، وفرق الجهد ده ب5، وده اكبر من ده، يبقى ده سالب 5 فولت. لما تيجي تجيب فرق الجهد ما بين النقطتين دول، دي جهدها بصفر ودي جهدها بسالب 5، يعني جهد النقطة دي أكبر من البي، وبالتالي الفي دي بي اللي هو خلاص أنا عرفت إن ده جهدها أكبر من ده، مش محتاج أخمن هنا، هيساوي صفر ناقص سالب 5، هيطلع معاك 5 فولت. حل بالطريقة اللي أنت عايزها هتوصل لنفس الحل. السؤال اللي بعد كده رقم 95، بيقول لك في الشكل المقابل تكون قيمة فرق الجهد بين الإكس والواي تساوي فرق الجهد بين الإكس والواي. السؤال ده مهم وخدنا شبهه قبل كده، هفكرك بيه.
فاكر لما كنا واخدين، احنا خدنا رسمة شبه دي قبل كده، كانت كده. ده R1 R2 R3 R4. قلنا لو التيار اللي ماشي هنا هو نفس التيار اللي ماشي هنا، I1 برضو، والتيار اللي ماشي هنا هو نفس التيار اللي ماشي هنا، فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان التيار اللي ماشي هنا بصفر، والنسبة بين المقاومة دي للمقاومة دي تساوي المقاومة دي على المقاومة دي. وبالتالي لو لقيت أي دايرة فيها ده متصل والنسبة بين المقاومة دي لدي تساوي النسبة بين المقاومة دي لدي، فمعنى كده إيه؟ معنى كده إن التيار ده بصفر. ومعنى ده إن التيار ده بيساوي التيار ده، والتيار ده بيساوي التيار ده. ده أول حاجة خدناها. طيب خدنا كمان نفس الدايرة دي، بس بدل ما هو سلك هنا مقاومة، وهنا R1 R2 R3 R4. قلنا لو النسبة بين المقاومتين دول R1 على R3 بيساوي R2 على R4، وأثبتناها طبعا، كل دول أثبتناهم بالقوانين. فأنت عندك التيار اللي هيمشي هنا هيساوي التيار اللي هيمشي هنا، والتيار اللي هيمشي هنا I2 هيساوي التيار اللي هيمشي هنا. فرق الجهد ما بين النقطتين دول هيساوي زيرو، والمقاومه دي هتتلغي. لو انت لقيت اي حاله من دول، يعني التيار اللي ماشي هنا بصفر، او المقاومه دي على دي تساوي المقاومه دي على دي، دي على دي بتساوي دي على دي، تعرف على طول ان التيار ده بيساوي ده، والتيار ده بيساوي ده، والتيار ده بيساوي ده، والتيار ده بيساوي ده. طيب لو لقيت العكس بقى، يعني ايه لو لقيت العكس؟ يعني لو لقيت التيار ده بيساوي التيار ده، والتيار ده بيساوي التيار ده، لازم تكون النسبة بين المقاومة دي للمقاومة دي بتساوي النسبة بين المقاومة دي للمقاومة دي. وفي الحالة دي فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي هيبقى بصفر. طبعا هنا واضح ان فرق الجهد بصفر لان ده سلك. هنا فرق الجهد هنا هيبقى بايه؟ بصفر. وفي حالة في حالة وجود مقاومة، لان التيار هنا بصفر. هتقول انا مش فاهم انت بتقول ايه. احنا عارفين من قانون اوم ان الفي بتساوي الاي في الار. هنا كده كده فرق الجهد ده بكام؟ بصفر. ليه؟ لان ده سلك. والمقاومة هنا بكام؟ بصفر. ده بصفر وده بصفر، فهنا ممكن يمشي تيار أو ممكن ما يمشيش. طيب لو هنا ما مشاش تيار، معناها إن التيار ده بيساوي التيار ده، والتيار ده بيساوي التيار ده، وبالتالي النسب ما بين المقاومات هتكون متساوية. طيب هنا، هنا من قانون أوم الفي بتساوي الأي في الآر. أنا عندي هنا في مقاومة، يعني دي لا تساوي الصفر. وبالتالي عشان الفي تساوي صفر، فلازم تكون الأي اللي ماشي هنا بصفر. وبالتالي لو لقيت ان الاي اللي ماشي هنا بصفر، معناها ان فرق الجهد ده بصفر. وبالتالي انت عندك هنا ايه؟ التيار ده بيساوي ده، والتيار ده بيساوي ده، والنسب ما بين المقاومات متساويه. يبقى انت دلوقتي الشرط اللي عندك ان النسب ما بين المقاومات دي تكون متساويه، ان فرق الجهد والتيار يساوي صفر، سواء في مقاومه او ما فيش مقاومه. تمام كده؟ وبالتالي هنا هتبص هتلاقي ان التيار ده، التيار اللي ماشي هنا متساوي، والتيار اللي ماشي هنا متساوي. معنى كده وطبعا المقاومه دي بايه؟ بما لا نهايه. تاني كده الحته دي، التيار ده بيساوي التيار ده، والتيار هنا بيساوي التيار هنا، والمقاومه بين النقطتين دول بما لا نهايه. فلو النسب ما بين المقاومات دي متساويه، النسب اللي 4 ار على الار هيديك ايه؟ 4، 8 ار على 2 ار هيديك 4. فانت هنا فرق الجهد ما بين النقطتين دول هيديك صفر. وبالتالي فرق الجهد اللي هو طالبه على طول اللي هو ما بين الاكس والواي بيساوي زيرو. تاني كده، لو النسب ما بين المقاومات دول متساويه، تمام؟ فانت عندك ايه؟ فرق الجهد ما بين النقطتين دول هيكون بيساوي صفر. من الحاجات اللي احنا لسه واخدينها دي، احنا قلنا هنا ايه؟ قلنا لو التيار ده بيساوي التيار ده، والتيار ده بيساوي التيار ده، ماشي، فالتيار ايه اللي هيمشي ما بين النقطتين دول بصفر. هو طبعا هنا مفيش حاجه متوصله، وبالتالي ده بصفر على طول. تمام. طيب لو المقاومه دي على المقاومه دي بتساوي المقاومه دي على المقاومه دي، فمعنى كده ان فرق الجهد هنا بصفر. يبقى تاني كده، في الحاله دي انت عندك في مقاومه هنا، المقاومه دي بما لا نهايه. تمام، المقاومه دي بما لا نهايه. تمام، المقاومه دي
موجودة اللي هي بلا نهاية، لو لقيت ان التيار ده بيساوي التيار ده والتيار ده بيساوي التيار ده والنسبة بين المقاومات متساوية، فانت عندك هنا ايه؟ فرق الجهد ده هيبقى بصفر. تمام كده؟ كلهم مترتبين على بعض. وبالتالي انت عندك ال في اكس واي بيساوي زيرو. واحد هيقول لي مفيش طريقة تانية؟ في طريقة تانية. الطريقة التانية شبه اللي احنا لسه عاملينها. احنا عندنا لو فرضنا ان التيار داخل من هنا وطلع من هنا، وعندك فرق الجهد ما بين الاي والبي بيساوي في، فانت عندك فرق الجهد ده هيتوزع فوق ماشي، الجهد بتاع النقطة دي بالموجب والجهد ده بتاع النقطة دي بالسالب، فرق الجهد هنا هيبقى في على التلاتة، وفرق الجهد هنا هيبقى 2 في على التلاتة. عندك مقاومة ار ومقاومة 2 ار، الاتنين متوصلين توالي، وبالتالي فرق الجهد على احدى المقاومتين اللي هي فرق الجهد ده بيساوي فرق الجهد الكلي اللي هو في في قيمة المقاومة دي على مجموع المقاومتين، هيساوي في على التلاتة. وبالتالي فرق الجهد ده بيساوي ضعف ده اللي هو 2 في على التلاتة. نفس الفكرة هنا، المقاومة دي ضعف دي، وبالتالي فرق الجهد ده هيبقى في على التلاتة، وفرق الجهد ده هيبقى 2 في على التلاتة. بعد كده عشان تجيب فرق الجهد ما بين الاكس والواي، فانت عندك الفي اكس واي بيساوي في اكس واي في اكس اي زائد في اي في اي واي. انت عندك في اكس اي اكس اي، طبعا التيار ماشي كده، وبالتالي جهد النقطة دي أقل من دي، وبالتالي ده هيبقى سالب في على التلاتة. ال في اي واي جهد النقطة دي أكبر من دي، وبالتالي ده هيبقى بالموجب، وبالتالي ده هيبقى في على التلاتة، هيطلع معاك صفر. كنت ممكن تجيبها بالتيارات، إن أنت ده التيار الكلي، توزع التيار الكلي اللي هو الأي ده لأي واحد وأي اتنين كنسبة عكسية للمقاومات، وبعد كده تضرب التيار في المقاومة تجيب فرق الجهد، تضرب التيار في المقاومة تجيب فرق الجهد، ولكن دي أسهل. زي ما قلت لك لو أنت ما أنتش فاهم موضوع الجهد عند النقطة ده وفرق وإزاي تجيب فرق الجهد، في فيديو موجود على القناة في الشرح اسمه الجهد الكهربي عند نقطة، هيظبط لك الدنيا. في طريقة تالتة أو في طريقة أخيرة اللي هي بتاعت الأرضي. لو أنت وصلت النقطة دي بالأرضي، فإحنا هنا بنقول إن فرق الجهد ما بين النقطتين دول في على التلاتة، وبالتالي جهد النقطة دي هيبقى في على التلاتة. وإحنا بنقول إن فرق الجهد ما بين النقطتين دول في على التلاتة، وبالتالي ده في على التلاتة يبقى ده إيه؟ بالأرض برضه. النقطتين دول متوصلين بنفس الإيه؟ بالأرضي جهد النقطة دي صفر وجهد النقطة دي صفر، يبقى فرق الجهد ما بينهم بصفر. الطريقة الأخيرة، الانخفاض في الجهد هنا بيساوي الانخفاض في الجهد هنا، معنى كده إن فرق الجهد ما بين النقطتين دول بصفر. تاني كده الحتة دي، النقطة دي مشتركة في الإيه؟ في الحالتين، يعني دي نفس النقطة. يعني الجهد بتاع الجهد ده بيساوي الجهد ده. الانخفاض في الجهد هنا بيساوي الانخفاض في الجهد هنا، يعني ده ألف في على التلاتة وده ألف في على التلاتة، معنى كده إن جهد النقطة ده هيساوي جهد النقطة دي. أتمنى إن أنت تكون استوعبت الفكرة. بدأ بصفر. السؤال اللي بعد كده 96، بيقول لك في الشكل المقابل المقاومتان X و Z ثابتتان بينما المقاومة Y يمكن تغيير قيمتها من صفر إلى 3000 أو، فيكون مدى فرق الجهد بين نقطتين A و B من. السؤال ده بسيط، تعال نحله. بيقول لك هنا ان احنا عندنا مقاومه دي ب 3000 اوم ومعاها مقاومه متغيره، المدى بتاعها من صفر الى 3000 اوم، في مقاومه كمان 3000 اوم. بيقول لك ان فرق الجهد ما بين هنا وهنا ب 9 فولت، وعندك فرق الجهد ما بين هنا وهنا ده في. بقول لك هنا لما تغير قيمة المقاومة أو المدى بتاع المقاومة دي من صفر ل 3000، يعني
المقاومه دي ممكن تساوي صفر او اقل قيمه لها صفر واكبر قيمه لها 3 تلات. بيقول لك عايزين المدى بتاع فرق الجهد ما بين النقطتين دول. ببساطه شديده هنحط ان المقاومه دي بصفر ونجيب فرق الجهد ما بين النقطتين دول، بعد كده نحط ب 3000 ونجيب فرق الجهد ده، جبنا المدى بتاع فرق الجهد. في حاله ان المقاومه دي بصفر فانت عندك المقاومه بين النقطه دي والنقطه دي هتبقى 3000 زائد صفر ب 3000، والمقاومه من هنا لهنا ب 3000، مقاومتين متساويتين متصلتين على التوالي فرق الجهد عليهم هيبقى متساوي، وبالتالي الفي هتساوي 9 على الاثنين هيساوي 4.5 فولت. الحاله الثانيه اللي هي احط المقاومه دي باقصى قيمه لها اللي هي 3000 اوم، فالمقاومه بين هنا وهنا هتبقى 6000 اوم، والمقاومه بين هنا وهنا 3000. المقاومه دي ضعف المقاومه دي، فرق الجهد ده ضعف فرق الجهد ده، وبالتالي ده هيبقى 6 فولت وده ب 3 فولت. او ان انت تجيبها بالقوانين، الفي بيساوي المقاومه دي قيمتها ب 6000 على المقاومه الكليه اللي هي 9 في فرق الجهد الكلي اللي هو 9، شيل ده مع ده، 9 تروح مع 6 هيديك 6، وبالتالي المدى بتاعك من 4.5 ل 6 فولت. طبعا في ناس بتمشي بالطرق التقليديه، الطرق التقليديه ان انت هتجيب التيار في حاله ان دي بصفر، التيار بيساوي 9 على 6000، بعد كده هتضرب في المقاومه دي اللي هي ب 3000 هيطلع معاك 4.5 فولت. الحاله الثانيه ان المقاومه دي بقت ب 6000 اوم، المقاومه دي سوري بقت 3000 وبالتالي دي كلها ب 6، هتقسم فرق الجهد الكلي على 9000، 9 على 9000 وتضربها بعد كده في ال 6000 تجيب ايه؟ فرق الجهد ما بين النقطتين دول 4.5 ايه؟ ل 6. 97 بيقول لك في الدائرة الكهربائية الموضحة تكون شدة التيار المار خلال المقاومة 45 اوم. أنا عايز شدة التيار المار خلال المقاومة دي. لما تلاقي سؤال زي ده قبل ما نكمل ركز كده معايا، انت عندك المقاومه دي والمقاومه دي، او قبل ما اقول اي حاجه احنا عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب شده التيار المار خلال المقاومه 45 اللي هي دي. كل اللي عندي ده ما يهمنيش غير المقاومه دي. يعني ايه؟ يعني اي حاجه تقدر تختصرها بعيد عن المقاومه 45 اختصرها. فانا عندي المقاومتين دول 50 و50 ب 100، والمقاومه دي 100 و100 ب 200. بعد كده ما بين النقطه دي والنقطه دي، او خليها الاول، هما دي هتبقى على التوازي مع دي ودي هتبقى على التوازي مع دي، ولكن سيبها دلوقتي. نيجي من فوق، احنا عندنا مقاومه هنا ب 90 اوم ومعاها ال 45 اهي، وعندك في ال 90 تحت، وعندك في بطارية هنا 180 فولت، صح؟ ده الجزء اللي فوق. نيجي ننزل تحت، قلنا ايه؟ ان انت عندك 50 و50 ب100، ما بين النقطة دي والنقطة دي في 100، 100 على التوازي مع المية هيديك كام؟ 50، وبالتالي نسمي دي اكس ودي واي، ما بين الاكس والواي في 50، النقطة دي اكس والنقطة دي واي، وادي 50 او. عندك النقطة دي زد، ما بين الزد والواي في 50 وهنا في 200، وبالتالي 50 على التوازي مع ال 200 هيديك كام؟ 50 على التوازي مع ال 200 40، وبالتالي انت عندك النقطة دي زد والنقطة دي واي، وبالتالي عندك ما بين الزد والواي في كام؟ 40 اوم. نيجي بعد كده، انت عندك هنا ما بين الاكس والواي 50، ما بين الواي والزد في 40، المجموع بتاعهم ب 90. قلت لو انت عدت رسم الدايره دي، ادي البطاريه زي ما هي، ادي المقاومه دي ب 90،
وده المقاومة دي ب90، المقاومة دي ب45، وعندك ما بين الاكس والزد طبعا النقطة دي زد اللي هي نفسها النقطة دي زد، ادي النقطة زد وادي النقطة اكس، اكس وزد في كام؟ في 50 و40 ب90. بس هتلاقي ان انت عندك هنا الدايرة بتاعتك اتحولت 90 على التوازي مع 90 هيديك كام؟ هيديك 45. 45 دي هتبقى على التوالي مع 45، وبالتالي الدايرة بتاعتك هتبقى كده. عندك 45 اهي. وبقول لك ده ب 180 فولت. فرق الجهد ما بين النقطتين دول ب 180، اللي هو نفسه فرق الجهد ده، اللي هو نفسه فرق الجهد هنا. وبالتالي انا عايز اجيب ايه؟ التيار اللي ماشي في المقاومة 45 اللي هو نفسه هنا، ده هيبقى كده الاي هيساوي ايه؟ فرق الجهد ما بين النقطتين دول اللي هو 180 على المقاومة دي اللي هي 90، هيطلع معاك 2 امبير. طبعا كنت ممكن تحل السؤال ده بطريقة النقط، تعال نحله بطريقة النقط عشان تستوعب برضو. زي ما قلت لك قبل كده انا برسم لك اكتر من رسمة عشان افهمك احنا وصلنا لايه ازاي. لو واحد فاهم شوية او مع الوقت يعني هتقدر ايه تجيب دي بمجرد النظر. احنا قلنا ده توازي مع ده على طول عطاك 50، ده توازي مع ده عطاك 40، بعد كده ما بين الاكس والواي في 50، ما بين الواي والزد في 40، تجمعهم 40 و50 90. التسعين دي اللي هي ما بين الاكس والزد هتبقى على التوازي مع التسعين هيديك 45، هتتحول الدايرة ل 45 45 90، وعندك البطارية. وبعد كده تقدر تجيب التيار اللي انت عايزه اللي هو الاتنين امبير. طبعا زي ما قلت لك ممكن واحد ما يعرفش دلوقتي يعني لسه، فاحنا هنحلها بالنقط. النقطة دي سميناها زد، والنقطة دي سميناها واي، والنقطة دي سميناها اكس، هنسمي النقطة دي بي. طبعا انت هتمشي من البي لحد ما توصل للزد، وبالتالي هتمشي من بعيد. وبالتالي انت عندك هنا تبدا من البي وانت رايح للاكس 45، بعد كده ما بين الاكس والواي، ما بين الاكس والواي 100 و100، بعد كده ما بين الواي والزد، ما بين الواي والزد 50 و200، بعد كده عندك ما بين الاكس والزد في 90، بعد كده ما بين البي والزد في 90 الأخير. وعندك البطارية محطوطة ما بين البي والزد. يبقى أنا دلوقتي عندي ما بين النقطة دي والنقطة دي فرق جهد 180 فولت. طبعا هتلاقي نفس اللي احنا عملناه هو هو. انت عندك الاتنين دول مع بعض ب50، والاتنين دول مع بعض ب40، بعد كده ما بين النقطة دي والنقطة دي عندك ما بين الاكس والواي 50، واي وزد 40، يبقى ده ب90، وبالتالي ما بين هنا وهنا 90 اوم. 90 اوم دي اللي هي ما بين الاكس والزد على التوازي مع التسعين اللي تحت اللي هي ما بين الاكس والزد هيديك 45، وبالتالي ما بين هنا او ده كله 45 اوم اللي هي ما بين الاكس والزد. بعد كده بي اكس اكس زد 45 توالي مع 45، وعندك تحت في 90، وعندك فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي ب180، تقسم ال 180 على 90 هيديك ايه؟ التيار اللي ماشي هنا. بس انا عارف ان انت لسه في البداية، فانت بتاخد وقت لحد ما تتعود على الحاجات دي.
98 بيقول لك في الشكل الموضح اذا كانت قيمه كل مقاومه هي ار وكانت الفي 2 33 فان قراءه الفي 1. طيب السؤال ده احنا عندنا بيقول لك ان فرق الجهد ما بين هنا وهنا اللي هو الفي 2 33 فولت، بيقول لك كل مقاومه هي ار، وعايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الفي 1. حل دي ازاي؟ انت ممكن تحلها باكتر من طريقه. ممكن تجيب التيار الكلي، يعني نفترض ان ده موجب وده السالب، تجيب التيار الكلي اللي هو الاي، بعد كده التيار هيجي هنا ويتوزع، جزء هيروح كده وجزء هيروح كده، المقاومه دي والمقاومه المكافئه دول على التوازي، وبالتالي هيبقى هنا في تيار وهنا هنسميه اي واحد. بعد ما تجيب الاي واحد تضربه في الار هتجيب الايه؟ الفي 1. تعال نحله بالطريقه دي وبعد كده نحله بطريقه ثانيه. عشان تجيب التيار الكلي فانت محتاج المقاومه الكليه. طب المقاومه الكليه هتبقى عباره عن ايه؟ ار وار وار بتلاتة ار. التلاتة ار دي على التوازي مع الار، وبالتالي دي هتساوي تلاتة على الاربعة هيديك 75% ار. تلاتة في واحد على تلاتة زائد واحد هيديك 75%. طيب المقاومة المكافئة بين الاكس والواي قلنا ب 75%، وبالتالي المقاومة الكلية بكام؟ ار وار ب 2 ار، والمقاومة ما بين النقطتين دول ب 75% يبقى 2.75 ار. وبالتالي انت عندك التيار الكلي بيساوي 33 على 2.75% هيطلع معاك، او سيبه زي ما هو مفيش مشكلة. جبنا التيار الكلي، بعد كده التيار الكلي ده هتوزعه، جزء هيروح كده وجزء هيروح كده. او تقدر تجيب او تقول ان التيار الكلي في المقاومه بين النقطتين دول، انت عندك التيار ده بيجي بيتوزع هنا وهنا، وبالتالي التيار ده ما بيمشي ما بين الاكس والواي، فالتيار ده اللي هو ما بين الاكس والواي في المقاومه بين الاكس والواي بيساوي الاي واحد في المقاومه دي، وبالتالي انت عندك الاي في المقاومه بين الاكس والواي احنا لسه جايبينها بكام؟ لغايه فين؟ هي دي 75% بتساوي الاي واحد في المقاومه دي اللي هي 3 ار، والاي بكام؟ الاي عندك ب 33 على 2.75%. انا دماغي خلاص والله فصلت. فانت هيطلع معاك هنا هتجيب الاي واحد في طرف لوحدها، يبقى الرقم ده 33 في 75% على 2.75%، 33 في ده على ده في ده، هيطلع معاك 3. متنساش الأرض هتروح مع الأرض دي، هتفضل الأرض اللي تحت بس. بعد ما جبت الأي واحد عندك على طول بقى نجيب الفي، الفي واحد هيساوي 3 على ار في الار هيطلع معاك 3 فولت. طبعا هتلاحظ ان الحل ده رخم وطويل. طيب الحل الاسهل، الحل الاسهل ان انا كنت هجيب فرق الجهد ده، وبعد ما اجيب فرق الجهد ده اوزعه هنا. فانت عندك فرق الجهد ما بين الاكس والواي بيساوي ايه؟ احنا قلنا قبل كده في حاله او الفي بيتناسب مع الار ده في حاله التوصيل على التوالي. فانت لما تيجي توزع فرق الجهد المقاومه دي على التوالي مع المقاومه المكافئه ما بين النقطتين دول على التوالي مع المقاومه دي، وبالتالي لما تجيب فرق الجهد ده اللي هو الفي اكس واي على فرق الجهد الكلي اللي هو 33 بيساوي المقاومه بين الاكس والواي اللي هي 75% ار على المقاومه الكليه اللي هي
2.75 ار. شيل ار مع الار يبقى ال vx و y بيساوي 33 في 75% على 2.25 او 2.75. تعمل دي بالآلة الحاسبة هتطلع معاك كام؟ هيطلع معاك 9 فولت. طالما ان فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي بتسعة فولت، 9 فولت دي هتوزع المقاومة دي والمقاومة دي والمقاومة دي توالي، يبقى ده هيبقى على طول بتلاتة فولت. اعتقد ان انت استوعبت الفكرة. هنحل لحد 100 وبعد كده نكمل بقى، هيبقى فاضل 30 سؤال ان شاء الله نحلهم في الفيديو اللي بعده. سؤال 99 بيقول لك في الدائرة الموضحة إذا كانت قيمة كل مقاومة 9 أوم، فإن قراءة الأميتر تفتح المفتاحين تغلق واحد وتفتح التاني تغلق الاتنين، أو تغلق واحد ماشي. تعالى كده أول حاجة، والمفتاحين مفتوحين، لو المفتاح ده مفتوح فالمقاومة دي مش معانا والسلك ده مش معانا، وبالتالي الدايرة بتاعتك هتبقى كده، الجزء ده معانا وده مش معانا برضو، وده بس اللي معانا. أو نرسمها وبعد كده هتلاحظ لاحظ هنا حاجة مهمة، زي ما قلت لك انت عندك المفتاح ده مفتوح والمفتاح ده مفتوح، وبالتالي دي مش متوصلة لا هنا ولا هنا، وبالتالي مفيش تيار هيمر، لأن لو في تيار هيمر هنا هيروح فين؟ ده مفتوح وده مفتوح، وبالتالي ده مش معانا، وبالتالي الدايرة بتاعتك هتبقى الأسود بس. عندك ده 45 فولت، وبيقول لك هنا المقاومات كلها متساوية وقيمة كل مقاومة 9 أوم، فده 9 أوم ده 9 أوم ده 9 أوم ده 9 أوم. وانا عايز دلوقتي ايه؟ اجيب شدة التيار الكلي اللي هي قراءة الاميتر. حل دي ازاي؟ طبعا لو انت سايبها كده وانت ما انتش متدرب فمش هتعرف تلاحظ الدايرة متوصلة ازاي، لكن لو انت متدرب فهتلاقي ان الدايرة بسيطة خالص. انت عندك المقاومة دي والمقاومة دي هيبقوا على التوالي. ليه؟ تعالى نعيد رسمها ونشيل ضوء، الدايرة هتبقى كده. بس فهتلاحظ ان دي ودي على التوالي، ده مش متصل بأي حاجة، وبالتالي انت عندك ادي 9 وادي 9 هيديك كام؟ 18. وبالتالي انت عندك ده 18. بعد كده ما بين النقطة دي والنقطة دي هتلاقي ان المقاومة دي اللي هي 9 على التوازي مع ال 18 دي، وبالتالي 9 على التوازي مع ال 18 هيطلع معاك ب 6 أوم. بعد كده ما بين النقطة دي والنقطة دي هتشيل دي ودي ودي وتحط مقاومة واحدة قيمتها ب 6 أوم، هتبقى توالي مع المقاومة 9، ده توالي مع ده، وبالتالي 9 زائد 6 هيطلع معاك 15 أوم، وبالتالي شدة التيار الكلي هيساوي 45 على 15 هيطلع معاك 3 امبير. ده اول حاجة، ده الدراع خالص 3 امبير. بعد كده المفتاح كي 1 مغلق وكي 2 مفتوح، كي 2 مفتوح وكي 1 مغلق. لما نغلق ده فده مفتوح، الجزء ده هيجي معاك. طبعا ده زي ما هو، الاثنين دول توالي ماشي، وبعد كده المكافئ اللي دول هيبقى توازي مع ده، وتشوف بقى ايه اللي هيحصل هنا. وبالتالي الجزء ده اللي احنا لسه قايلين عليه اللي هو الجزء ده
هيبقى زي ما هو، احنا قلنا 18 هتوزع مع 9 هيديك 6. تعالى نعيدها كده، بدي 6 اهو اللي ما بين النقطة دي والنقطة دي. مش عارف عشان افهمها لك، ماشي. احنا قلنا ما بين هنا وهنا ب6، ماشي. بعد كده من عند النقطة دي لدي اللي هي الطرف التاني للبطارية، انت عندك في ايه؟ في المقاومة 9 اللي هي دي، والمقاومة 9 دي برضه هتلاحظ ده مش متصل، وبالتالي ده وده هيبقوا توالي على طول مع بعضهم. انت هتحط ده كده وده كده، هتلاقي ان ده وده توالي، والاتنين هيبقوا توازي مع التسعة، وبالتالي هنا ده 9 و9 18. وبالتالي 9 التوازي مع 18 هيديك 6، الستة دي هتبقى توالي مع الستة، يبقى 6 زائد 6 بتساوي 12 اوم، وبالتالي الاي بتساوي 45 على ال 12 بتساوي. ثلاثة وخمسة وسبعين من مية. السؤال اللي بعد كده، هنغلق الكي 2 ونفتح الكي 1، فالدايرة بتاعتك هتتحول بتاع السمان. هنفتح ده وغلقنا ده، فالدايرة بتاعتك بقت كده، عندك ده 45 إلخ يعني. المهم المقاومات كلها متساوية. هتبص تلاحظ هنا ايه، النقطة دي والنقطة دي هتلاقي ان المقاومة دي والمقاومة دي توازي، انت عندك 9 و9 على التوازي هيديك ايه، 4.5، وبالتالي هتشيل دي ودي وتحط 4.5 ما بين النقطتين دول. بعد كده النقطة دي والنقطة دي اهي 4.5 اهي، وعند عندك المقاومة دي فوق اهي 9، هتلاقي ان المقاومة دي والمقاومة دي على على التوالي، وبالتالي المقاومة المكافأة 13.5 اللي هي مجموعها. بالتالي ما بين النقطة دي والنقطة دي في المسار اللي تحت ده في 13.5، وبالتالي ما بين هنا وهنا زي ما قلت لك في 13.5، وعندك هنا في 9، 9 التوازي مع 13.5 هيطلع بكام؟ خمسة وأربعة من عشرة. يبقى أنت هتشيل دي ودي 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 وتحط ما بين النقطتين دول كام؟ 5.4. هتلاقي إن 5.4 دي على التوالي مع المقاومة دي اللي هي 9، وبالتالي المقاومة الكلية 9 زائد 5.4 اللي هي 14.4 أوم، وبالتالي أنت عندك هنا الأي بتساوي قوة الدفع اللي هي 45 على 14.4، هيطلع معاك 3.125 من ايه؟ من 1000. يبقى احنا قلنا 3.125 من 1000، 3.75 من 100، صح؟ لسه في لسه ما خلصتش، فاضل حالة كمان، كله مغلق بقى. الحالة الرابعة ده كله مغلق، المفاتيح كلها مغلقة، فاحنا هنحط الجزء ده. لما تحط الجزء ده ركز معايا كده، انت عندك ما بين النقطة دي والنقطة دي المقاومة دي والمقاومة دي برضه هيفضلوا توازي، فاهم ولا مش فاهم؟ النقطة دي A والنقطة دي B اللي هي نفسها النقطة دي B،
النقطة دي سي والنقطة دي دي. فانت عندك هنا ما بين الاي والبي في عندك مقاومة 9، تعالى ندرس ما احسن. ما بين الاي والبي، بعد كده ما بين البي والسي في مقاومة 9، وعندك في مقاومة كمان كام؟ 9. بتطلع على طول الاتنين دول هيديك 4.5. بعد كده عندك ما بين السي والدي في مقاومة 9، وعندك ما بين الاي والسي في مقاومة 9. احنا قلنا اي بي بي سي سي دي سي دي، قلنا 9 تمام. ما بين الاي والسي في مقاومة 9. بعد كده عندك ما بين البي والدي في مقاومة بكام؟ ب9 برضه. ما بين البي والدي هتبقى فوق بقى، نعملها فوق. بعتذر عن اللخبطة اللي انت شايفها دي. فالدايرة بتاعتك هنا هتتحول لإيه؟ لو انت ركزت كده، انت عندك ما بين الاي والبي في 9، ما بين البي والدي في 9، ما بين الاي والسي في 9، ما بين السي والدي في 9، وفي مقاومة في النص. النسبة بين المقاومة دي للمقاومة دي بتساوي النسبة بين المقاومة دي للمقاومة دي، وبالتالي المقاومة اللي في النص هتتلغي. فاكر الدايرة دي؟ تاني كده الحتة دي، لما تعيد رسم الدايرة دي هتلاقي حاجة مهمة. ايه هي؟ ان انت عندك الدايرة دي شبه الدوائر اللي احنا كنا واخدينها. ادي الاي بي، بعد كده بي دي، وده عندك ادي الاي سي، وعندك سي دي. وعندك ما بين البي والسي في 4.5 اللي هي المقاومة دي. هتلاقي ان المقاومة دي ب9 ودي ب9 ودي ب9 ودي ب9، وبالتالي المقاومة دي هتتلغي. يبقى المقاومة المكافئة 9 التوازي مع 9 ب4.5 زائد 9 التوازي مع 9 ب4.5، وبالتالي هيطلع معاك 9 و بس. طبعا ممكن اعيد رسم الدايره عشان تلاحظها. احنا قلنا ان المقاومه دي والمقاومه دي هيبقوا على التوازي لان هما بين نفس النقطتين. حط الجزء اللي فوق ده زي ما هو، لو انت ركزت في الدايره دي هتلاقيها شبه الدوائر اللي احنا كنا بناخدها. ادي عندك اهو، ادي الطرف الموجب اهو، وادي الطرف السالب. عندك هنا اتجاهين اهمت، ادي الاي اي بي سي اي دي سي تمام. عيد رسمها بقى، 9 9 9 9، المقاومه دي على دي بتساوي المقاومه دي على دي، فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطة دي بيساوي صفر، يبقى المقاومة دي هتتلغي. المقاومتين دول توازي والمقاومتين دول توازي. وبعد كده ده كله توالي مع ده هيديك 9. يا رب تكونوا فهمتوا. طيب احنا دلوقتي جبنا المقاومة الكلية بتساوي 9 أوم، وعندنا قوة الدفع ب45، وبالتالي الأي بتساوي 45 على 9 فهي 5 أمبير. آخر سؤال هنحله وبعد كده نكمل في الفيديو الجاي. الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية، فإن قراءة الأميتر تساوي. كويس، سؤال سهل. أنت عندك هنا قراءة الأميتر أقدر أجيبها بأكتر من طريقة.
مقاومتين متصلتين على التوازي فرق الجهد متساوي، وبالتالي 3 في 10 هيديك فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي، اللي هو نفسه التيار اللي ماشي هنا في قيمة المقاومة دي. فالله هيطلع معاك 3 في 10 ب 30 على 5 هيديك 6 امبير. الطريقة التانية ان انت عندك مقاومتين متوصلين على التوازي، احدى المقاومتين ضعف الاخرى، وبالتالي التيار هنا هيبقى نص هنا، ده ب 3 يبقى ده ب 6. بعد كده قراءة الفولتميتر هتجيب التيار اللي ماشي هنا، نسمي ده I1، ده 6 امبير وده 3 يبقى ده ب 9 امبير، وبالتالي الفي بتساوي 8 اللي هي قيمة المقاومة في التيار اللي ماشي فيها اللي هو 9، هيطلع معاك 72 فولت. بس ان شاء الله الفيديو الجاي ناخد اخر جزء في الدرس ده اللي هو من 101 ل 130، فاضل 30 سؤال هناخدهم ان شاء الله في الفيديو الجاي مهما طال بقى زمن الفيديو، ياخد ساعتين ونص 3 زي ما يكون. اتمنى لكم التوفيق واشوفكم على خير، والسلام عليكم.